الموضوع هنا لان جات يتكرر هلبا تكلموا عليها فقلت خلينا الناس الحكومه راحت ونقل من الموضوع. يوزن تور. اوكي شنو هو تور؟ تور از نون از ذا اونيون راوتر. اوكي اللي هو مشروع كان مشروع يعتبر عسكري شويه بدات البحريه الامريكيه في حوالي سنه 2006 ل 2009 بدايه المشروع. تمام بعدها طلع من البحريه الامريكيه وبدا يستعمل فيه السي اي وكي بعدين ولا مشروع بروحه اسمه ذا تور بروجكت. اوكي فشو فكره المشروع؟ تور الفكره منه انه يخليك انونيمس على الانترنت. يعني انت تتصل بشخص او بجهه معينه او حاجه هذه ما حدش يعرف انت في مين تكلم ولا هم في مين يكلموا وما حدش يعرف الطريق بيناتهم في النص. بشكل كان يمكن يعرفوا جزء منها لكن ما يقدرش يعرفوا كلها. فلذلك تور بخش اوريك كيف يشتغل تور بس ما تقدرش عندك اي مشكله في الكتاب. تور اسمع دي اونيون ففكرة أهم شيء to anonymize matrix. تمام فكيف يدير فيها هو عندك تور مزيد كوني يتكون من مجموعة سيرفرز اسمهم الديركتوريز تبع تور. اوكي الديركتوري اثورتي طبعا ناس في فولس كلام في زي ما نقول مس انفورميشن على التور في اللي يعتقد انه هو كومبليتلي بير تو بير هي فولس في سموت سنترال هو شوية لأن في الديركتوري أثورتي سيرفر يسموها الديركتوري سيرفر يسموها يخلوا في ليست زي ما تقول يقولها كونسنسس ليست لجميع تور ريليز اللي حاليا يشتغلوا عندي على نتورك. تمام في أجزاء أخرى تور ريليز اللي هو عبارة عن سيرفرز حاليا حوالي في النتورك حاليا عندي من 7000 الى 10000 ريلي اليوم في اللي يقطع اونلاين يقطع اوفلاين فلذلك من رينج هو حاليا تمام الديركتيف اوتوريتي هي يخلوا في ليست من الريليز هون يعني عندي الريليز اللي يخدموا يخلي فيها ويسجل فيهم عنده في الديركتوري اثورتي تقريبا عندنا حوالي 7 سيرفرز او حاجه زي كذا والريليز هم كلهم ياخذوا في الكونسنسس من الديركتوري اثورتي هي وبعدين ياخذوا في الباك اليوزرز تمام الفكره ان الديركتوري اثورتي يخلي في الليست سماها باش وانت كيب تراك اوف اول ريليز وسكند انه باش ينحو اي ريلي يمكن تكون تستعمل بطريقه انها ضد اليوزرز او يعني تسرب في معلومات على اليوزرز او تحاول تدير تطلع سيركت تامه بتاع اليوزرز فتره خلينا نزيد نشرح عليها شويه بعدين نقول له النقطه هي بس تطلع فكره فعندي هنا كمبيوتر عندي كمبيوتر و هذا مثلا كلاينت عادي اللي يتصل في سيرفر مثلا في سيرفر هنا سموه هيدن سيرفيس سيرفرز على التور نتورك كانوا يسموا هيدن سيرفيسز تو اسمه اونيون سيرفيسز هي سيم ثينج اسم فقط غير باش يتصل اي كلاينت بسيرفر ضروري من يكون سيركت. نعم؟ سيركت. يقولها سيركت هي الحلقه اللي فيها السيرفرات اللي يوصلونا بين كلاينت وسيرفر. اوكي. السيركت كيف تتكون؟
اولا خلينا نحكي شويه على السيرفر. الهيدن سيرفيس تتكون من حاجه اسمها سكريبتد. السكريبتد هو يعني لما انا ديرت هيدن سيرفيس فانا درت جنريت للسكريبتد. السكريبتد هو بيمشي ببلش في دايركتري اوتوريتي ببلش للكونسنسس وبعدين بيخش مع ريلايز ويشتغل. ممكن تسميه زي URL. هو فصل انفورميشن كيف تقدر تتصل بالسيرفس يعني. هو مش URL لان في URL. URL اللي هو طبعا 56 كاركترز. نهاية دوت اونيون. هذه في كيس اوف اونيون في 3. بس في حاجة انت ولا هم؟ اللي هو؟ URL دوت اونيون. دوت اونيون انت بتحدد عن طريق الكريبتوغرافيك فانكشن. حيكون جزء منها كريبتوغرافي حيكون جزء منها بابليك كي. اوكي. والجزء الثاني كيف توصل للهيدن سيرفيس هاي. خلينا نزيد نشرح على الموضوع شوي. الديسكربتور هو لما انت بتديرها تختار مجموعة حاجات يعني اهم حاجة اول حاجة حيتم اختيارها هي الريلاي اللي بتوصلني بين الكلاينت والسيرفر يعني الريلاي اللي بيتصل بها الكلاينت بس بعدين يوصل في السيرفر. في ريلاي معينة حيختارها السيرفر هو الهيدن سيرفيس حتختار ريلاي معينة. الريلاي هي حيكون عليها بورت اوبن معين اللي بيتصل بيه من الناحية يمشي للهيدن سيرفيس هاي. واضحة يا ولا؟ الريلاي هي اسمها ريلاي هوب بوينت. هيك اسم فقط. يسموها رندفو بوينت. اوكي. الريلاي هي طبعا بس نتصل بها من ناحيتين من السيرفر او من الكلاينت ما بيش نتصل بها طول. يعني بعدين ما عادش ورد انونيمس ولا سيرف في بين. هي نقطة حنتكلم عليها بعد شوية فرق بينها. فالاتصال ما يتمش هيك. الاتصال بيزيد بيتصل على طريق ثلاثة ريلايز من هنا. ثلاثة ريلايز من هنا. السيرفر في كل كونكشن بيجي جديد بيختار ثلاثة ريلايز شبه راندوم يختار الكلاينت نفسه. الكلاينت بالسيرفر كل واحد يختار من اللي عنده العالم هو دائما بيختار ثلاثة سيرفر ثلاثة سيرفرز ريلايز بياخذ ثلاثة ريلايز أمام مهمتهم يبعث الداتا يوصلها من السيرفر للريلاي 1 للسيرفر للريلاي 2 بعدين يصير رندفو بوينت. بعدين الكلاينت حيدير نفس الشيء. الكلاينت حتى هو حيختار ثلاثة ريليز. حتمشي الداتا بيناتهم وبعدين تمشي للكلاينت. اللي هي الطريقة اللي ليش الداتا. مفهوم حتى الآن. يعني انتوا ما بتعرفش الريلي بتاعت اللي واصل بيه ما بنعرفش اللي وصل بالسبب. بالضبط. بالضبط بالضبط. الكلاينت يعرف عمال ثلاثة فقط وبعدين هما ما يعرفش. والسيرفر يعرف ثلاثة هما فقط وهذا ما يعرفهمش. وفي ميثود ثانية مش اسمها سمي اللي هو نسيت التكنيكال نيم بالضبط. المهم في طريقة كيف تدير سيرفر معناته انت سيرفر ما يهمكش الانونيمتي بتاعه. في احيانا سيتويشنز انت غير تبي توصل لناس تستعمل في دور براوزر مثلا انا شركه معروفه ما عنديش علاش نخفي هويتي لكن نبي نخفي هويه المستخدمين. فلذلك انا يمكن هو كله نلغي ونتصل مباشره بك مع خلال السيرفر. ما اسمهاش سنجل هوب نسيت الاسم بتاعه. مو في تكنيكال تيرم معين. الفكره الوحيده الفرق الوحيد انه يتصل مباشره هنا فالسيرفر اصبح مش انونيمس. في رأي ثاني مش حندير واحد. لكن هو يصير تعرفه من استخدم الدكتور. نعم. هو وايد ديفو من استخدم الدكتور براوزر يخدم الطريقة هذه. يخدم الطريقة هذه فقط لما أنت تستعمل أونيون سيرفيسز. لما تستخدم النت العادي لما تستخدم النت العادي حيتصل الكلاينت عن طريق ثلاثة ريلايز بريلاي رابعة هتكون الريلاي هذيك هي اكزيت ريلاي تطلع برا من التور وتتصل بها بالانترنت العادي. تمام. فهذه لو خلينا نستخدم النت العادي ايه
مش يعني مثلا بتصل جوجل ولا كده ولا جوجل مثلا تجي له تراك عليه هيدخل الاكزت بوينت بس مش هيجي يوصل اللي بعدها بالظبط. خلي نسيت الموريك ستيشن عادي كده. اوكي اكزت نودز ولكن نكتب ريلي تايبس عندنا guard node relay و middle node relay و exit node relay. تمام. guard node هي أول ريلي بالنسبة للكلاينت اهي جارد نود. اوكي ميدل نود هما جميع النودز اللي في النص هما ميدل حتى هي اللي فور بوينت ميدل نود وهما تحت احتمال النود مش هذه جارد نود اول جارد نود جارد هي نفسها بالنسبة للسيرفر والكلاينت ما فيش فرق بينها. بالنسبة لـ exit node انت شكل سعر بالضبط انت تبي السيناريو كله فلما هي exit node هذا client بيتصل بالسيرفر السيرفر حيكون على الانترنت العادي بنسموه جوجل دوت كوم. هذا السيرفر على الانترنت العادي. فأنا كيف بندير؟ أنا هذه الدكتور فالكلاينت حيتصل بجارد نود بعدين حيتصل باثنين نتبه ريليز هاي حيتصل بالإكزيت ريليز سامي حيتصل بميدل واحدة فقط لما كل ما بعض مدل يوصل في google.com google.com حيشوف الـ IP address بتاع exit relay اوكي income IP address هو اثنين معلش في سؤال الـ IP address اللي حيشوفه هيشوف الـ IP address بتاع النتورك اللي هو موجود فيها ولا الـ ISP اللي يخدمه منه؟ هيشوف الـ IP اللي حيطلع من النت لما انت تتصل بأي سيرفر ما هناك هيشوف الـ IPUBLIC IP بتاعه IPUBLIC IP بتاع الجهاز نفسه بتاع الـ Exit Relay لا بحكي الـ google.com google.com انا ممكن تتوقف جيد احنا نحكي على التور The Onion Router فانا طبعا هذا السيناريو لما نبنصب هذا السيرفيس Onion P3 انا بنصل هنا بإكسل نوت بيطلع برا من تورنت ساعه في تورنت وبس ندير انونيميزيشن للانترنت العادي فانا هنا كلاينت نتصل بدايه بجارد نوت هي ريلاي عاديه هي فقط اول ريلاي نتصل بها يعني كنت في النت عادي اتصلت باول جارد نوت بعدين جارد نوت في اتصال بين جارد نوت والميدل نوت
هي ميد النود زايده بين اكزت والريلي باش هما ما يقدروش يديروا لينك بيناتهم يعني اول اصلا في ويب. بعدين من اكزت ريلي هي اللي بتبعتني للجوه زي في بي ان مثلا او بروكسي. هذا هو اللي بيبعت الريكوست لجوجل وجوجل بيرد عليه وبعدين هو بيبعت للنسخ الثاني. فانت تبي تشوف اكزت ريلي هي اللي تتصل بجوجل مباشره دايركت كونكشن. بدلت جوجل حيعرف الاي بي ادرس بتاع الاكس 3 ليه حيديلك فكره على السبيل اكيد اكيد ايه ايه نزيد نتكلم مثال اكثر انكربشن. المهم واضحه الفكره ايه فجوجل مش هيعرفني هنا منين جاي بالضبط لكن يعرف الاكس 3 ليه هي. وطبعا جوجل بعدين يقدر يكتشف ان هي فعلا تور ريلي بالصور. مش تبعها اللي بعدها نعم؟ ليش تتابعوا اللي بعدها؟ ليش تتابعوا اللي بعدها على أش؟ لأن أنت تو شو تو نقطة زي أحسن تتابعوا فيها الروبورت ما تتابعوا فيها الروبورت ما فعلاش اسمه ذا انيون راوتر؟ اوكي لان الانيون تتكون من عدة لايرز صح ولا؟ فعلاش سموه بالانيون؟ علاش له علاقة باللايرز؟ فانا ككلاينت الكلاينت يبي يتصل ثرو 7 هوب سيركت باش يتصل بالسيرفر بالهيد سيرفيس. عندي هيد سيرفيس هنا وتبي تتصل بها من كلاينت. الكلاينت بيتصل ب جارد نود ميدل ريلي. ميدل ريلي واحده ثانيه عندنا ريدي تو بوينت يعني بيتصل ميد النور ميد النور جارد نود يصل بالسيرفس. فهذه جارد وهذه جارد وهذه ام 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 واضح اكيد. علاش سموه انيون؟ انا ككلاينت حنستعمل انكريبشن باش نتصل من هنا للغد. اولا انا بنبعث باكت صح ولا؟ فعندي باكت هنا. باكت هاي في البدايه حنشفرها للهيدن سيرفيس. تمام؟ نشفرها بالكريبتوغرافي طبعا بابليك كي كريبتوغرافي. فبنستعمل بابليك كي بتاع الهيدن سيرفيس مع البرايفت كي بتاع هنا باش نديرو زي ديفي هيرمان الجوريزم. فهمت على فكره؟ اللي هي بابليك كي كريبتوغرافي. ونوع من الـ فأول حاجة حنشفر الباكت للهيدن سيرفيس، أوكي؟ بعدين حناخد الباكت واللي تنشفر مرة واحدة وبنشفرها للجي الأولى، الجارد نود بتاعي، تمام؟ أصبحت هيك الباكت بتاعي مشفرة مرتين، بعدين بنشفرها للي بعدها تمام واللي بعدها واللي بعدها لين شنو يصير؟ يعني انا كيف بدي خليني اشرحها هنا احسن من اللي انا اسمها هيك. انا شفرت الباكت للهيدن سيرفيس اوكي اول حاجه، بعدين
سفرتها للجارد نود فهي والجارد نود ما اخذتها لسطول حطيت فيها سفير ثاني مسفر للام الاولى يسموها ام 1 مثلا بالنسبه للتايم بعدين بتسفر مره ثانيه شو بيكون بالعكس الاخر نود النود يقدر بس كل واحد بتوصله يفهم بالضبط فانت كيف بتدير انت مش حتسفر لهم ما حتسفر لهم بالسالفه ال خلينا نسرح بطريقه ثانيه يعني نقول خطوتك شويه اول حاجه الباكت بتسفرها للديتا سيرفيس هذه تابع واللي بعدها ما يحطون لي مدى الخيارات صح؟ هو ما نسبحش فيهم انا لا مش هذا هذا ايوه ايه يعني الغلاف الاخير وقف على الغلاف اللي قبل اللي صح عندك الحق ايه فبعد الاتش اس اوكي بنسفر لهذه بعدين بنسفر لهذه بعدين لهذه مش كل واحد يقرا بالترتيب ايه بالضبط اوكي فشو بيصير لها الباكت كل ما بتخطم الباكت بتجي في الجي الجي بيفك تشفير اللي الباكت الاول هو اللي زي اللي هو لا لازم نعم؟ اي لازم نزل لا بالضبط التول يعني كل ما تمشي هيك تشفر اكثر هو بالعكس بالضبط بالضبط شوف شو بيصير انت هنا لما توصل للجي الجي بينحي التشفير اللي هو اللي هو بعدين بيكتشف هنا شو في هنا في حيكون اي بي ادرس والبورت بتاعت ام 1 بتاع النقطه اللي بعدها فهو بيستعمل المعلومات هذه بس يبعث الباكت اللي مشفره للام 1 بيبعث للام 1 بتوصل للام 1 نفس الشيء بياخذ الباكت وبنحي التشفير بتاع اللي هو وبيكتشف ان الباكت بده يمشي للام 2 فبيبعتها للام 2 طبعا التشفير كله انت اند انكربشن كل الكلاينت داره من كمبيوتر هو اوف لاين دار الانكربشن بعدين بشيل الانترنت تمام كله انت اند انكربشن فيوصل الام 2 مشفر الام 2 بتجي بتشبح الباكت بتلقاها مشفره اللي هي بتنحي هي بتلقى نفس الشيء تلقى انه يبي يوصل الرانديفو بوينت هي ريبورت معين طبعا هم يتكلموا اي بي ادرس سبورتس عليه فبيوصل للرانديفو بوينت الرانديفو بوينت حيكون انت انكربتد للهيدن سيرفيس بعدين بيصير بالعكس الموضوع بيمشي لل ام 2 بتاع الهيدن سيرفيس بعدين ام 1 بعدين جارد نود بعدين الهيدن سيرفيس بيوصلها الباكت اللي مشفر عليها هي فقط من غير باقي الطريق هذا كلها فك تشفيره وفي نهاية القصة باكتها هي زي ما شفوها في البداية الكلاينت للهيدن سيرفيس انتو عندك كريبتو بعدين بيفك تشفير بتاعها وبتوصل باكت بيقراها وبعدين بيرد عليها اول اللي هو يعني هو سيرفر اللي بيكون اي حاجة وصلت ولا مش واضح؟ مش عندها مشكلة هذه هي مرة ثانية عندك 7 هوب سيركت تشفر الكونكشن لجميع الهوبس اللي تشوف فيهم يعني ثلاثة وبعدين للديستنيشن نفسه ف زي ما تشوف الطريقة هي ما فيش هوب تعرف الا الباكت منين جتها ومنين مشت منها فما يقدرش يعرف الطريق كلها يعني هنا اتاكر اللي بيعرف الطريق هنا وهنا واللي يدير دي انونمايزيشن اتاك ضروري من يعرف الطريقه دي كلها بس شو يصير فيها لذلك الموضوع صعب جدا ما عندي 9000 سيرفر معناها الهاكر هو ضروري الاتاكر هو ضروري من عنده الاف سيرفر ضروري عنده جود ريبيتيشن بس ما ينحوش في الدايركتوري اوثورتي لذلك صعب الموضوع لكن مش مستحيل اكيد مش مستحيل لكن صعب يبي هبة تكاليف حاجات زي هيك وكمان بيكون زياده اللي بيقولوا فيه نعم في واحد كان فاتح زي ايوه السكرو فاتح بيع المخدرات بالدنيا مو لك مدرسه انا ما فيش نتائج بالدرجه
ها؟ سنين قبل لينو الموضوع هاي، لكن واحد من طيب مستولة طيب حتى شد طرف الحب هاي هو شدوه في مكتبه في الكتاب في الإبداع مش هدي أنا ميزة الإبداع مش طرف الحب راكزي كاميرا أوكي ففي سفن هاب سيركت والتشفير يمنع كل ريلي انها تعرف اكثر من الباكت وين منين جد وين ماشي ما يقدرش يعرف اكثر من هيك فهذا كان نرجع لنقطة تور فيرسس في بي ان شو الفرق بين تور وفي بي ان لما انا عندي في بي ان وحتى بروكسي في بي ان انا من الكلاينت يمر على طريق البيان إلى مثلاً جوجل دوت كوم جوجل دوت كوم عندها الـ IP address بتاع البيان ما عندهاش الـ IP address بتاع كلاينت لكن هو يعرف أنه عنده في البيان سيرفيس هذا عنده الـ IP بتاعه في كل شركة معينة يمكن عن طريق القانون ولا حاجة أو عن طريق الحكومات أو أي حاجة زيها يحصلوا لوكس من البيان ويكتشف هو البيان والبيان نفسه يمكن يقول من غير شيء يعني يعطيه المعلومات هنا فلذلك تشوف تلاحظ الفرق هنا عندك مجموعة كبيرة من النقاط ضروري كلهم يكونوا compromised ولا يكونوا كلهم يعني لهم علاقة ببعض ويبقوا يعطوا الانفورميشن مثلا لجوجل فشوفوا فيها هنا فتقال لك صعب جدا الموضوع زي ما قلت لنا مش مستحيل لكن صعب انك توصل لجميع ال ريلايز أمام وتقدر تكتشف فعلا سيرفر هوب كلهم وبذلك تكتشف الكلاينت مني والهيدن سيرفيس مني وأنت تكلموا بعضهم. لكن لو جوجل تعرف إن جد جاي من تور صح؟ تعرف إن جاي من تور حتقدر تبلوك عليه. يقدر يوقف فوق. لأن طبعا 9000 أي بي مش دي بابليك اللي تحصلها إذا في لسه فايروال بتاعك ما عشان تسجل حد عن طريق تور. طبعا هو الغريب في الموضوع إن أول موقع دار بلوك تور يوزرز هو ويكيبيديا. انا المفروض اشجع اكتسبها شويه لكن ويكيبيديا قالوا ما نبغوش ناس انونيمس يحطوا في ارتكلز. لذلك دار اوراق يعني. قالوا لك واحده خاصه بهم اسمها هيدن ويكي. هيدن ويكي؟ ايه هيدن ويكي. في عده مواقع. هم اللي يبيعوا بالويكيبيديا او مستوى. هي لينكس. مش انه ويكيبيديا في ارتكلز. لينكس فقط. فرق بين تور وفي بي ان كان حد سيرفر ديسكربتيف تبي تعرف انه هو فصل معلومات اللي توصلها في السيرفر تبي تعرف انه هو 56 كاركترز دوت اونلي في 3 اقل في في 2 تصير قداش بالضبط اكثر من 16 كاركترز تصير زاد في الحجم الكي بعدين تبي تعرف انه الفرق بين لما استعمال اكزت نود ولا لما تبي تستعمل سيرفر هاب سيركت انت هنا تبي تتصل بحاجة عوني في تري سيرفيس وهنا تجي تتصل بالإنترنت العادي جوجل طبعا بس نفهم أكيد في سوشيال ميديا صار عليك تحفظ ايه توك موريك ماتريكس تمام بإذن الله هذه وات از تور هاو تور وركس تور فيرست في بي ان المشكلة احنا في اللايف سيستم كل يوم بننزل نفس الفايلز ونجيب نفس الكونجريس. احنا ينفعش البيت تسجله مرة واحدة؟ نعم؟ ينفعش البيت تسجله مرة واحدة خلاص؟ ما فهمتش. قصدي انت كلايف سيستم كل مرة بتنزل فيها لا تنزل مرة واحدة بس. مفيش ابديت بيروح عليها. شو انت مش نزل تولز كل مرة؟
الحاجة الوحيدة ممكن نزلها في الفلاش نجيب ممكن مرة ليش أو تخزنهم في الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر بس يمكن يمكن يطلع لي هي غالبا نعدي الساعة في خير مريك شاشة على فكرة بالنسبة لي نزل ملف واحد خصوصا ليه 15 منهم الفيديوز ولا تعرف فيديو شكله يبي يدير ريندرينج سيرفر ولا حاجة الفيديو ياخذ نص ساعة بس يدير ريندرينج ونص ساعة تانية بس يدير أبلود اليوتيوب فقدرت ندير فيديو واحد فقط ايش ديف ريندر ديف كونفرت ديف كونفرتين الأول ريندرينج أوفلاين عندي وانت في الفيديو بعدين تانية يدير أبلود بعدين يوتيوب بعد ندير أبلود 24 ساعة هي يبي نص ساعة ولا 9 ساعات ولا قداش بس يدير كونفرت للأعمال ل 4K و فيديو هكذا فموضوع طويل شوية فلذلك أظني إنه مش هلحق نحط جميع الفيديوهات قبل يتم الكورس في مكان مش هنلحق نحط كلهم طبعا اللي بيمكن في نهاية الكورس دير كوبي مني ل 70 جيجا بايت لك حياخذ حوالي كم ساعة يمكن كنت تبي تلحق مثلا تقرا بيهم الامتحان ولا حاجة كده هو انا لاحظت ان حسيت الصوره اقل اضاءه مش زي لا حتى مش فوق تحديدا هو في حد يعطي بعد هذا ايوه يا حتى تحرك ما قدرت سيدي أكثر منك طبعاً بنعد الديت التايم كسر في اليوم 3 سبتمبر ضرورة سنة جديدة هي 10 و 12 اوكي خلينا نوريك ريليز تبي تخش بتقرا الابيز بكي تخش على ماتريكس تور ماتريكس تور بروجكت دور اوكي بتجي انت هنا سيرفرز مثلا تقرا عليهم قداش نمبر اوف ريليز حوالي 7500 ل 8000 يرقى وينزل تمام نبو السيرفرز سيرفرز ريليز ريلاي سيرف اوكي طبعا تكتب ليك يا حتى تلقى ريلاي واحدة انا فتحت اسمها ديش دراني ليب ولا مش خير حاولت عدلت كده تو من الخطة هو عبارة عن في جي اف وذاك المفروض هيكي شنو ماشي هو انا لاحظت انه مش زي امس حاول هل وصلت البي سي ولا في اللاب عندك نعم هل وصلت البي سي ولا لا بي سي Yeah, they're really good.
اساسا واحد مثل ما قلت واحد اساسا واحد بسم الله لو قلت لي ريسه اشتكت ليبيا حيطلع سبب ثاني ريلا وحده في ليبيا تبقى اسبيه ديستروني وهكذا لديك كبسه كثير مجموعه فلاكس فاست فلاك رانينج ستيبل فالد كونتري جيرماني لانها نفس السيرفر هذا فيرست سين 8/9/2023 وهكذا تعرف الاي بي ادرس بتاعها وين اهو الاي بي ادرس بي 4 بي 6 بورت 9001 وهكذا باندو 2 ميجا بايت بس في شويه بس يقول نعم يمكن يستعمل بس بورت انا عندي مال سبورت اكيد تقدر اي بورت في لي دي في 443 ولا اي حاجه تقدر اي بورت اي دي سيلا ببلش في الكونسنسس زي ما انت داير فما يصير مشكله يعني بورت برو عادي اصلا كان في بورت تور في شخص كان بيدخل في البورت برو تحديدا اي سبيك كنت تفهم من ده لا شخص نعرفه كان يقول واخذ دولة الشريفة. اي اس بي يعني. ايه. كان يبي يبدل نت على فترة ان البورت هون كان مسكرين الاي اس بي اللي هو. مسكرين اوت جوين ولا انكم؟ ما اعرفش كيف بالظبط. عرفت؟ المهم انت في ليبيا ما فيش ولا اي شركة مدايرة اي بلوك في الدولة. ولا عمرها صارت في ليبيا. دول ثانية مصر وين بلوك في الدولة. ودينا الدول محتاج. لا فاحنا نستعمل فيه تور انا يعني حتى في عز الاحداث ان القناه تمشي حسب الانترنت انا في طرابلس بخش على التور وي تمام فمتاكد منه كان غريب في قناه فيهم تبع جامعه طرابلس والدراسه العليا فيهم نت فهذا اشخطني لكم هذا الايام كانت نت فاصلة اه كانت نت مطوعة ايه حصلت كذا سجين المعنى دايلاب دايلاب ولا؟ لا ريزلاين مليه ايه مفكرش انا حصلت دايلاب فقط بجنزور سامة دايلاب يولي اسمعين الشمس دي كان شيء ايه حصلت دايلاب فقط حق بمعنى وتصدق حتى كان بيسل كان كل يوم يفتح كيف بس عند البنك ما يسلي يصير في كثير لأن في أحداث النت وصلنا عليها بكري أنا يعني يوم 16/2 كنت ذيك شوية أكشن صايرة ومطاح واي ماكس بتاعي كان النت الوحيد بتاعي صار له حل يو اس بي بورت ما حد يتصلحها لبعد تو ما قعدت ما عنديش نت من 16/2 الله يسهل فتقدر تشوف هنا ان هنا الريلي هذه مد الريلي لان هنا ما فيش حد يستعمل الاي بي بتاعي كاكزت ومتى يدير اختراقات وحاجات زي هيك فلما تديرها مد الريلي انت لا سيفك ما دخلكش ما فيش حد هيبعث من الاي بي بتاعك لحد برا ما يقدرش انا زي ما تشوف عندي الاكزت بوليسي اللي هي ريجكت الجميع ما عنديش اي حد حنمشي برا من تور نتورك فلذلك يعني مد الريلي ديرها لما انت تبي تفتح ريلي وما تبيش الاي بي بتاعك يصير بلاك ليستنج ولا الريبوتيشن بتاعك يصير اي مشكله ولا اي حد يكلمك ولا اي مشاكل قانونيه من واتس اب ديرها مد الريلي هيك انت تساعد في انونيميتي نتورك من غير اي مشاكل قانونيه ولا جارد نود حتى اوكي لكن مد الريلي معناها انت الاي بي ات بيجيك كلهم ريليات ثانية جارد نود ممكن يجيك بحد من النت فور انا مش مدير اي رول ضدها لكن ما استعملونيش كجارد استعملوا فيه دي ميد الريلي وخلاص هذا بالنسبة لها وتقدر تشوف المزيد من الريليز في واحدة اسمه في اي لا مهم تلقى العديد منهم تلقى هلبة حاجات في تقريبا الاسم اللي ديفولت I did not edit the config
لكن تتغلط. I didn't edit the config. يعني هو الاسم ديفولت كان كده مكتبش الاسم. ان شاء الله عندي بسرعة عالية 64 ميجا بايت هكذا. إذا تشوف الترافيك حجمه توتال ريلي باندويث حوالي يوصل تيرا بايت تيرا بت أحيانا السيرينج بتاعه. طبعا هذا الاستعمال هذا القداش موجود ادفرتايز الريليز يقولوا عندهم السرعة هذه والترافيك فعلا حوالي 250-300 جيجا بت بالثانية. اوكي فأنا تو نزلت تور براوزر كالعادة اليوم نزلت طول يخدم بورتابل نزله بمجرد ديل اكستراكت جرد بكليك يخدم في جنب حتى في ويندوز بس سيت اب شيء هو اصلا ما فيش سيت اب بورتابل طيب هذا البورتابل ليش بنها يعني انت في دومين 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 صعب مش تسكون لا لا بالضبط اذا كنت بدي بلوك في حاجه ما بتقدرش عن طريق الفايرول هل في بورد معين لا في مجموعة كبيرة من فاروز وفي طرق تانية في هلبة طرق يقولون ما سيركونفنشن ولا شنو جيجا بس فاحنا مصطفين ممكن تور كونكشن في تيم تبع تور بروجكت اسمه سيركونفنشن تيم اوكي جايب نتورك تيم وهيك سنسس سيركونفنشن يطلع لك حتى سنسر في حتى شوية ستاتستكس هنا يحددوا لك امتى يصير بلوك وورد ففي possible censorship events في تركمانستان مونغوليا يونايتد ستيتس بريتش فيرجن ايلاند فنلند سبين نيبال فنزويلا روسيا وبربادوس هما اكثر واحدين مؤخرا عندهم يمكن شويه سنسرشيب ايفنتس كيف نلاحظوا في سنسرشيب ايفنتس تلقى الترافيك اللي جاي للتور دايركتلي يا زادت هلبا يتنحت بكر ولا كلهم يخشوا على طريق البريتش تمام واحده من الحاجات هي بتصير فمعناها انديكيشن انه في سنسرشيب غادي صايره واضطروا الناس يستعملوا التور بس يطلعوا منها ما عادش قدروا يحتاجوا يوصلوا في الاجهزه العاديه تاعهم طبعاً يعني غير بندير وقت سكرولي معطلق اليوم بالضبط طبعاً ردوا بالكم منه موضوع فايرفوكس بتاع كيف يقول انه يستعمل الكلاود ويسجل البوك ماركس بتاعك استعمالات الكرة بس يستعملها في اجهزة تانية حتى هي مش مضبوطة يبيك تدير لوجين وتبدا تدير لوجين في كذا مكان وبراوزر اكتيفيتي كلها تراك. لو بالنسبه للباسورد تقدر تخزنهم عندك في فايرفوكس موزيلا وما يكفي في سيرفس هيك يبوك تدير يعني ننصح ما تستعملهاش. شو نستخدم المفروض تفكرهم براحتك من غير ما تخزنهم في اي مكان لكن انت بتستعمل بس جادجمنت يمكن انت ما تقدرش باه تستعمل الباسورد مانجر هوست براحتك. في لاست باس تستخدم والله نسيت بالضبط لكن فيه اوبن سورس اوبن سورس سورس هوستد باسورد في باسورد كوكبيت The simple free open source self hosted web based password manager for teams made in PHP, JavaScript, MySQL, MariaDB.
and it runs on a Docker service. أنا طبعاً كتبت هلبة حاجات very specific. تمام. فهو fits the criteria. بس كابو. لكن أنا نعرف واحد تاني نسيت اسمه بالضبط. لوجو بتاعه زرقاء حتى هو نفس. نعم. بيت. بيت. أو وورد. ما هذا شو؟ سوري. لا مش مصوص. ديسنس كبير هذا حسب قال وين از اوبن سورس اوبن سورس بس بس ما عندي سوليوشنز برو برو تتاكد منها ده تمام فهنا مثلا نبي نفتح هيد سيرفيس اوكي تنزيل شوي بس يعني انت تو بدي افضل انا افتح السيرفس اساسا طبعا تبي فوق الكبير اي شيء اي واحد اي كلاينت يقدر يفتح السيرفس في اي وقت تبدا ريتش الويب باينو فتبي تدور فايل اسمه تورك فايل تور ار سي هو فايل في جميع الكمبيوترز واضح شكله هو المفروض فصله شوية كونفيجريشن من الأول طبعا تقدر تقرا عليه كامل دكتور ار سي بس حصل جميع ال كونفيجريشن اوبشنز يعني طبعا دور فقط في الاونلاين سيرفيس زي هي هذيك في البروجكت مانجر هو 2019 www هو الدوكس ويب سايت بتاع دور بروجكت على شكله غريب طبعا في اونلاين سيرفيس افيلبل هنا يعني نقدر نخش على الموقع نفسه عن طريق اونلاين دور بروجكت ففقط ترسع البطمه هذيك يطلع حط شوية في البدايه فتو انا نفس الموقع لكن مور فتيجي تلاحظ هنا زي ما كنا نتكلم قبل شوي هذا نيم متصل عن طريق ايجز نود بالدك دك دو عندي جارد نود في كندا هاي متصل بميدل ريلي في يونايتد ستيتس ميدل ريلي واحد ثاني في بولندا نشوف انه ماشي حول هذا فمش رد على سؤالك لما قلت انه يبطئ النت يبطئ في العاده اللي سوى بين رئيسيين اللي هي ترانز اتلانتيك ماشيه من هنا لكندا وبعدين من يونايتد ستيتس لبولندا فهي مطولة طريق هلبة حاجة تانية إن الإنكريبشن فما سبب رئيسيين إن يصير السلوية حاجة ثالثة الريليز السرعة المتوفرة عندهم أحيانا فما فيش هذيك السرعة تكون لكن بإذن الله اليوم أحسن من قبل وفي بيرفورمانس كويس وفي خدمة جديدة نتوركتين في تور بروجكت بارك الله فيهم دارين خدمة مليحة وبدو في كيف تستعمل أكثر من سيركت لنفس كونكشن باش تزيد باندويت السيركت زمان صير من هون ولا تقدر تدير زوج ثلاثة ان بارلل هيك مع بعض لنفس كونكشن باش تزيد السبيد نتاعك فتوهم دايرين في تسجيل الانترنت اوكي فين بنخدموا اي حاجة ويب سيرفر سريع طبعا لما بتخدم هيدن سيرفيس مش لازم تعطي اي بي تبع كده يعني يمكن يكون حاجه عن طريق النتورك قريب عليك تعطي اي اي بي يمشي يمكن حتى حاجه عن النت لكن مثلا تخش عن طريق ليبيا بس فقط مثلا صفحه فيروسيت على الاي اس بي بتاعك تيجي تفتحها عن طريق ستورك فتبدا تستعملها من برا مثلا من برا ليبيا مثلا وهو حيشبه الاي بي بتاعك فقط فما يقدرش فكونجريشن فقط زوز فايل زوز لاينز هيدن سيرفيس دايركتوري هيدن سيرفيس بورت دايركتوري هو دايركتوري اللي بتحط فيه الويب سايت بتاعك حيكون دايركتوري فاضي تمام حنحط هنا سلاش هون سلاش كالي سلاش اتش اس فور هيدن سيرفيس اتش اس 1 اوكي خلينا نتاكد ان المكان هو فعلا موجود عندي وعندي الاكسس عادي دي انا هون سلاش كالي بس مثلا ندير مكتب اتش اس 5 ما عندي شيء مشكلة. هذا الشيء
انا مالك الدايركتور هو كل شيء فصله فما عنديش اي مشكله. فهنا بدنا هنا كونفيجر اول ما بدي ريستارت التور براوزر حيخدم لي تورنت سيرفيس، لكن نبي نخدم براوزر سيرفيس على السريع. نبي سيرفر HTTP سيرفر يعني سريع يعني. يمكن ننزل نفس الأباتشي اللي كنا نستخدمه. already installed amazing. لا ديرو مثلاً سيرفيس أباتشي 2 start. طبعاً كده ديرو localhost. باتش في دبي لما تنزل هذيك تست بيج هذيك هذيك كنت ندور فيها حاليا. ممكن جربوا تسكروا ال باتشي وجربوا لينكس. يمكن لينكس بس تفتح ال تست بيج. نخش على الـ Nginx settings ونبي نغير تعديلات شوية للأسف نبي بس نحط فبدير نبي ندير قصدي ويب سايت تجربة فقط باش ندير عشان في طريقة أسهل Service SSH Start فتول مدير هنا دوت هوس عندي اسس بيرفكت. ف باش نكسب وقت ونغير من 80 ل 22 اسس تمشي حتى يمشي لازم يكون عندك مش لازم يكون ويب سيرفر يعني اسس حتى يتمشي هذاك باش نكسب وقت فنديرو على اسس تمام. فتو شنو بيصير انا هذا تور براوزر أنا كنت نستعمل في لوكال هوست على التور براوزر يمكن هذه لا بس طبعا لوكال هوست مش هيخدمك على التور براوزر في عندنا تست بيج المشكلة كنت نستعمل في التور براوزر كنت نعطي في لوكال هوست فيمكن يمشوا زوز فخلينا ندير زوز هذه السيرفيس هذا ما احنا اوريدي عندنا زوز سيرفيسز يخدموا نديروا اتش اس 1 اتش اس 2 اوكي اتش اس 1 خليها 80 باش يعطيني الاباتشي ويب سيرفر و HS2 ل SSH اوكي فانا هيك كملت الكونفجريشن فنجي للتور براوزر ونسكره بعدين نجي مره ثانيه للتور براوزر نفتح مره ثانيه تمام دير كونكت أنا لما فتحتها شو بيصير هنا؟ بيجي بيكري زوز فولدر زي ما دايركتوريز اتش اس 1 اتش اس 2 شو بيكون فصله؟ بيكون عندي public و private keys اوكي
كيرف اي دي 25519 حيكون عندي هوست نيم هنا. هوست نيم هو حيكون اللي يو ار ال اللي بنتصل به اللي هو الثاني 56 كاركترز الثاني. بالطريقه هي عندي هوست نيم وهذه فقط الكونجريشن ديتا. فكل كل لاين هنا كل دايركتوري اعطيتها هنا حيكريتها وحط داخله public key private key وحيحط فصل هوست نيم جديد بتاعه الجوكر دار جنريت عن طريق الكونفيجر. حيكون في فولدر فاضي هنا اوثرايز ذا كلاينتس كان كتب تحط فيه مثلا كيز باش مش اي حد يقدر يتصل به الكلاينت الخاص بك. في ادد سكيورتي في عديد من فيتشرز في حاجات حتى معقده شويه وانت وين تبي توصل فيه الموضوع دوري. تمام وانا تو فتحت ويب براوزر فانا نبي نشوف اتش اس 1 هي اللي فيها براوزر ويب سيرفر يعني ندير لها كوبي زي هنا زي بيست نستنى. طبعا هو بيمشي بيتصل بيدور في الكونسنسس على الريندفو بوينت وهكذا بعدين في الاخير يخدم معي. فانا تو هيك مشيت اموري هيك متصل هيك قدرت اي ليدن سيرفيس واتصلت بها. ما عندكش مشكله احنا اعطينا خط اتصلنا بتخبطه في البراوزر وهكذا. فانا انا تو عندي اباتشي بس لوكالي 100% عندك اباتشي يخدم زي هيك. طبعا هو اي كاليلينكس بدير فقط سيرفيس اباتشي 2 ستارت في التيرمينال مش هنا مش في الكونجريس كروت ديرها ممكن اللي هو تور انا ايش ندير في البدايه نزلت تور براوزر كويس داونلود نزلت تور براوزر درت اكستراكت نزل هنا في فولدر في الدايركتوري قصيت عليه فبدأت من هنا عن طريق دبل كليك تمام تقدر تبدأ عن طريق تيرمينال كاتب يدير له هيك نفس الشيء وبعدين تخش تلقى في دايركتوري هنا اسمه براوزر تخش عليه بعدين تلقى تور براوزر بعدين داتا بعدين تور طويلة شوية تلقى تور كان تور ار سي تور ار سي كويس فتخش على تور ار سي تلقاها حيكون يا فاضي يا فصل كونجريشن مو مش حيكون في كونجريشن هيدن سيرفيس فاضي ممكن مش فاضي لكن مش حيكون هيدن سيرفيس فيه تمام يعني يمكن يكون زي هو هيك فصل مجموعة حاجات لكن مش هيدن سيرفيس يجيش هو بيديفولت فصل هيدن سيرفيس لكن يعني ما تركزش على ان لقيناه فاضي احنا تو لكن ما بتزيد تضيف نهاية الفايل وتزيد هما نيو لاينز وتزيد تقدر تزيد ليش ما تبي تقدر تزيد 100 واحدة تبي نعم؟ زي الفايل لوست ممكن تسميه هيك عادي يعني من ناحية انك تقدر تزيد ليش ما تبي تقدر تبلش مش دي وبلش يعني تبلش اي حاجة صح؟ اي حاجة تي سي بي تي سي بي حتى ار دي بي كونكشن حتى ار دي بي كونكشن يمشي 100% تبي تبغى تفتحك ار دي بي كونكشن عادي جدا حط الاي بي بتاعك هنا وبورت والبورت داخل ويتس عن طريق الجهاز هنا كنت معلش البورت اللي بتبغى في الجيران هذه البورت الاساسيه هذه البورت اللي هي اللي حتخش عليها من التور براوزر يعني هنا لو انا هذا مش 80 معناها انا في التور براوزر هنا بنزيدها من هنا بنقول هذا مثلا 80 80 فبتزيدها هنا غير ديفولت يعني علاش درت 80 باش انا ندير الهوست نيم هنا وندير انتر مش نغيره كويس باين انا بنغير بورت مين غير بورت الثانيه ولا الاولى الثانيه على شنو عندك انت في ري لايف انا والاولى بتغير لك اللي كيف تتعامل معها في التور نفسه كويس انا بدي اعمل بينها سكيور ما فيش لا عادي عادي تكتب 4 براتات او 4 براتات او ما نبيش خلى 4 براتات هنا غير من التاني لكن هو سكيور من قبل على فكره فهمت يعني جد بالله ما اعرفش حيخدمك منيح ولا لا لكن هو هيك سكيور كونكشن اوكي ما عندكش علاش تديرها بس هنا زين هو هذا احسن يمكن ارجو بلي مور سكيور
ناس فايدة اللي هو الكونفجريشن فايل تور ار سي تور ار سي هو فصل يتم تحط فيه جميع الكونفجريشن تاعته في مجموعة كبيرة من الكونفجريشن عارف عارف انا نحكيك على الفايل هو قبل باش انت كانك شفته معبي ما متخيرش بالضبط لانه حيكون في احتمال في حاجات ثانيه ما لهاش علاقه بالهيد سيرفيس تور في هلبة كونفجريشن في هلبة غير الهيد سيرفيس في كونفجريشن ثانيه للتور استخدامها في كونفجريشن تتغير كيف يخدم تور نفسه بالنسبه لك انت الانستنس اللي عندك فلذلك ما تلخبطش روحك اللي قلتها معبي هلبة انت اللي تو احنا واخدينها فقط هو الهيدن سيرفيس الهيدن سيرفيس باش تفتحها تبي زوز حاجه الهيدن سيرفيس دايركتوري والهيدن سيرفيس بورت الهيدن سيرفيس دايركتوري هو شنو يعني مستخدم الهيدن سيرفيس الهيدن سيرفيس باش تفتح الهيدن سيرفيس زي ما قلنا غادي يبدا يخدم عن طريق النت سكيورلي وما فيش اي فاير وول يروح يطلع على النت يعني دون باس باي باس الفاير وول لما كان النت يخدم فقط تبي ما تبيش يعني لو هي بناء يعني بورت بيجن سيرفس بناء يعني بورت يعني تقدر على اي بورت يعني اي هوست تطلب اي هوست تقدر توصل فيه جهازك انت بورت معين اي بورت واي هوست تقدر توصل فيه يعني هنا مش لازم ندير هيك مثلا نقدر ندير حتى جوجل دوت كوم غير هو يمكن دي نسمه يخدمش مثلا هيك يكون مثلا الاي بي بتاعه مثلا حاجه مثال مثلا تقدر تحط حتى اي بي من الانترنت شو يفيدك انك انت يعني بدل ما تحط هيد سيرفيس ضروري هيد سيرفيس راكب الكمبيوتر كده يمكن هيد مش هيد سيرفيس يعني السيرفيس الحقيقي اللي يمكن ويب سيرفر رن اباتش اوكي ويب سيرفيس رن ويب سيرفيس رن اباتش يمكن على جهازك انت لكن تور هنا مدايرينه هنا هيك اللي سبب من الاسباب مش صب تور في جهازك انت نبوه جهازي هنا ونبوه كيدير بروكسي هيك مثلا تمام فتقدر تدير هيك نحط اي بي بتاعك انت هنا فيمشي جهازك انت كل ما يتصل بيه حد عن طريق تور جهازي يتصل بيك انت السيرفر بتاعك يعطيه ريكوست ياخذ ريسبونس ويوصلها زي البروكسي يخدم عادي معاش يوصل الجهاز كله دقيقة بس بالك نشرحها بطريقة ثانية أحسن ما أفصل كل شوي أحسن دور شوي بالنسبة طول العبة عندي اكسس عليه من الانستنس هذا
يعني من الانس سير لما تنزل بالدروب سيرفر على بورت 80 مثلا هتوصل. فهذا هو اهم حاجه انه هو على بورت 80 ويدخل في كيف دي كونكشن. فهذه انا بعدين لما درت هيدن سيرفيس تمام الهيدن سيرفيس هي بتجي عن طريق التور نتورك بيجي ريكوست ريكوست هو بيجي للكمبيوتر بتاع التور انسنس بعدين بيمشي غادي يعني التور انسنس هي نفسها تتصل غادي بعدين بيرد عليها السيرفر يعني بعدين بيبعتها بروكسي يعني تمام. فالدركة ما يفرقش اي بي وين بروكسي هو البروكسي التور انسنس الجهاز نفسه ايه جهاز هو هو يبدأ في يخدم بروكسي يقدر يعطيك كسيرفيس موجودة في نفس الجهاز او في اللاب او في الانترنت او اي مكان مو بريكوست وحيدة ان انا عندي اكسس السيرفر عن طريق عن طريق لا والدور ايه ايه زي ما تقول الهيدن سيرفيس عند فتحت بورت على التور ايه كانت تتكلم كبزنس ايه اتصال قطع من الكلاود الدور ما عاش مش جهاز كان جيت زي اوضح اكثر ولا لا هي عاش يعتبر من الجهاز طالع كونكشن هو طالع من الجهاز بس شوف 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 الويب سيرفر الويب سيرفر هو كلاود يرجع للجهاز الويب سيرفر هو ما نشوفش فيها يعني ما نشوفش فيها يعني فيش اي اتصال وما يسمحش حتى لما يوصل الريكوست حيشوف السيرفر هو فقط حيشوف الكمبيوتر هذا فقط كيف يشوف يعني اي بي اي بي كونكشن اي بي اي بي ايه اتصال عادي من هذا لهذا ما الحين في النتورك 192 162 5 0 ولا بناخذ يشوف البابليك بتاع المزود الخدمه بتاع الجهاز مش بابليك يا بيز هنا يشوف البابليك بتاع ما فيش بابليك ما فيش شوف خلنا مسحها نعوده مرة ثانية يعني بكل التورنس قلت الجزء بتاعي سيء بس تم نجيبها بطريقة ثانية في الملابس هو شبحة هيك ايه
تمام يعني تمام. بعدين كالي لينكس هو كان كمبيوتر كالي هو قدمنا عليه سوى انستنس. استعملت تور براوزر او تور سيرفيس، المهم عندي تور انستنس غالي. بعدين تور انستنس هيزت على هيزت سيرفيس ومتصل هو بالنتصل بتور بالضبط. قلت انا متى البورت 80 والهوست نيم بتاعي حاجه طويله فوق الدوت اني وده جنريت دوت جنريت اوف لاين بجهاز هنا. هو النيم هذا شنو هذا؟ النيم هو كريبتوغرافي كريبتوغرافيكلي جنريتد صح؟ هو هو تو كبرت الجنريتد عن طريق هو يتكون من كريبتوغرافي ويعرف يطبعها يتكون من يعني يجي الاي بي للتور دي بالبطل المعرفة المعرفة بيتحول الاي بي ولا عكس هو يتكون من حاجتين اكتشي الديسكريبتور كيف نوصل للسيرفر والانكريبشن الببليك كي بتاع السيرفر عشان نشفر اتصال السيرفر. هذا لما يجي مثل المعلومة مبارا بيطلع عملية النعمة هو معاش يطلع الاي بي لا انت خلاص اسمه شيء ضد يشفي الهوية. هنا ما فيش اخفاء هوية بالنسبة للسيرفر. سيرفر اخفاء الهوية هذا. لا لا نحكي الناس اللي خاشين على طريق تور هويته مخفية اللي جايين من هنا بيخفي الهوية اللي قبل يعني هنا هذا السيرفر هذا التور انسس وانت السيرفر صح ولا؟ انا ريكوست كلهم حيجوك من هنا انت مش حتشوف اي بي غير هنا كلهم 5.6 سواء أنا مباشرة عن طريق البراوزر ولا الناس اللي جايين عن طريق التور جايين من مش حتشبح إلا الاي بي بتاعينا هذوك أنا بعرف فهمت كيف الناس هذوك جايين تقدر تفهمك لكن الجيت واي أنا يخلي في الاي بي بتاعك هذه زي البروكسي أو الفي بي إن أكثر. بنا عندي سؤال كيف الناس حيعرفوا الويب سايت بتاعي لو أنا عم تصمم مش أني مش حيعرف ضروري من التطيول ما فيش سيرش انجن يعني هو كل الويب سايت ضروري يكون شخص يعطيه بالضبط او تحصل عن طريق ضروري شخص في حد لقيت معلومة هاي وصلت لها من غيرها هو ما تقدر يصدق. أنا شوف ميزة إنك تبدي ببلش الويب سيرفر أنت ما عندكش لبابلك أي ميلة شيء. بالضبط هذه ميزة كبيرة جدا أنت لما تبي تفتح ويب سيرفر في العادة تبي بابلك أي بي تبي تكلم أي سي بتاع فاير وول قصة وحاجات زي لكن هنا ثواني تولي بابلك عن طريق التور أي واحد عنده تور يقدر يتصل بالسيرفر بتاعك. فعندك في إشكالية هي الناس اللي بتجي من برا تتصل من تور هيحطوا هيحطوا اليوزنيم هو يعني شوف خلي نحطه كمبيوتر ثاني شخص هو متصل عن طريق التور. النيم هذا خاص بالسيرفر وتقدر تكون عندك أكثر من نيم كل نيم يبعد كم كان تمام ففي النهاية الناس بيشوف عن طريق التور يدير هو الدوت انين تمام بيدور هنا في السيرفيس سكريبتز اوكي بيلقى الرندفو بوينت بيتصل وهكذا. المهم في النهايه حيتصل عن طريق التور حيلقى الهيدن سيرفيس لو هي قاعده اون لاين الهيدن سيرفيس تعرف لانك انت اعطيتها في الكونفجريشن فايل الاي بي والبورت بتاع السيرفر صح ولا اعطيتها لها في الكونفجريشن اللي تو فتحناها فهو مجرد بيصبح انت جاي للموقع هو اسمه هذا معناته بيكون سيرفر في نص البيت ولك شو راح بيتم عن طريق البي سي كل عن طريق البي سي هو ايوه لازم يكون مفتوح لازم ورا مفتوح السيرفر هو مش حيشبح باقي النتورك ما يدريش علاش صاير يشبح في كلهم ريكوست جايين من هون يعني انت بتقدم خدمه تفضل خدمة واحدة شنطة عن طريق البي سي. بدك تنقل لي كلاينت سيرفيس بتاعي
احط البراوزر عندي زي بيج زي كروم هذيك بنت العادي مش الدور ما ندوش على الموبايل يفتح البراوزر لا لا قلنا في زي ما قلنا امس ولا اثنين قلنا في كثير سيرفس دير اني اند تو مش ديما تفتح ومش انكربتد وما نصحكش بها لان واحد ما عنده مدنة ما عادش انكربتد طبعا انا هنا مهما كان وخاطر من هلبا سيرفرات وحاجات الدنيا كلها انكربتد هو جزء مش انكربتد هنا هنا مش انكربتد هنا هنا وانت مش حيكون انكربتد لان هذه هاي بيتس بي اي بي عادي الا كان انا متصل بك انت 443 وعارف انك حتى هذه مش حتاخذ ولا تعالش نسال السؤال هذا نفكر في استعمالات للبزنس يعني مثلا في البزنس ممكن ندير سيرفر مثلا عندي نقول تو لوكيشنز ديتا تربر هل نقدر نستخدم اكيد تقدر تستعمل اي حاجه يعني او اعطي ويب مش صح تستخدم مثلا توك اون براوزر في البزنس عادي جدا انا يساعد في البزنس عادي جدا في سبب يخليك متبيش تساعدك بالعكس كلوجه مليحه فهبه فواجع عندي ما ساعد فيه هو حسب الطريق الشخص اللي يسمع فيه يقول لك انت لما تستخدم التور وكذا انت معرض لاختراق وفي هاكر جنب الفيروس لا انت طبعا معرض لاختراق سواء استعملت التور ولا استعملت جوجل كروم عادي مش جوجل دوت كوم بنفس الطريقه بنفس درجه الخطر بالضبط فذاك لازم ميكس بالذات يقول لما تفتح ويب سايتس معينه هيك عادة الناس تقول لك في العادة دايرين فيديوهات في النت ويسموا فيه الدارك ويب ويسموا فيه حاجات خطيرة مش حيقول لك أي حاجة فيها فائدة كل الحاجات اللي فيها أنا جرائم واحد زي هي فهو يبدا الغرض طيب يخوف كيف حصل فيوز وحاجات زي كذا وطبعا في حاجات خطيره يعني لكن حتى النت العادي في حاجات خطيره حتى النت العادي في مواقع وفي مسلسلات ما تعرفش من توصل هم الناس طبعا يسكروا في الجافا سكريبت ويديروا في هلبا سكيورتي ميجرز لما يستعملوا في التور لكن هي نفس السكيورتي ميجرز هي المفروض تستعمل في كلينت اكثر لان في سيرفرات اكثر عرفتها بتاع هذيك الصوره اللي يديروا فيها ديما بتاع الحرج في جبل جليدي نقطه بتاع الاساس النت هنا 90% النت نقطه زي الكونف هي لازم ما يصير مش ريب ابدا بالعكس هو في الواقع اكثريه الجبال كلها فوق ونقطه شويه في الواقع وتقدر هي تتاكد منها لما تخش على التور متريكس تقدر تعرف قديش فيه سيرفيس بالضبط السيرفيس يكون من 3 مليون 700,000 سيرفيس لكن ايش في موقع في كليب ويب مليارات لذلك لازم يكسس كل حاجات يقولوا في كلام زايد يخوفوك يخوفوك مش بس دخلنا ما يقعد يخدم يدير هلبا فيديوهات ورا بعض وهذا شيء ما يبوكش تستفيد فاهم كيف؟ ديما انت لما تروج لفكره معينه قصدي بدل ما تزيد عشان توصلها تقول للمراقب تحسسه اللي بيطلع ما عادش يشوف فما عرفش الأسباب بالضبط لكن ما هيك بوفا هلبا 90% ربما هي مش واقعية أبدا تمام هيك فتقدر حتى توفر على رقم يعني مرات تبي تخدم سيرفر مؤقتا في البيت معناتها ما عندكش حتى طريقة غيرها معناتها ما عندكش بابليك اي بي ما عندكش بي بي ان فتستعمل هي يكون القصة طبعا بابك مش هيكون هلبا بس اول سؤال انا فلبين ببلش في ار دي بي سيرفر انا عندي سيرفر ار دي بي ايه فصلا افتح تو ار دي بي ديرها ببلش تو اي لا في النهايه اليو ار ال بيعطيوك هو اليو ار ال ما مش مشكله تو شو عندنا احنا رمانه مثلا طب شو وصل لو اليو ار ال هو دي لوزنك يقدر يكون ما يبي أونيان. إيه. بينج ما فيش بينج. أي سي إم بي من الصمت. تي سي بي فقط. ما تقدرش ديرها تتبع ولما أنت وعلى فكرة. اثنين. التور إنستنس هذا سيرفيس. لما فيها كونكشن من تور هيطلع لي نو لوكال هوست. مش هيطلع لي أي بي ولا حاجة. هيطلع لي إنه جاي من أي دي إن فقط. أي بي قصدي من كيف حوصل أو دي بي. انا ندور في برنامج ار دي بي باش نعطيك كيف تحط الكونجريشن زي طبعا انت بتحط البورت هو وبتحط نفس بتحط الهوست نيم هو
غط نفس البورت، بورت يمكن يكون شو هو 3.89 تقدر من جهاز ويندوز، تقدر من جهاز ويندوز لينكس اي جهاز مفروش بايديو يعني. غير ندور في ريموت ديسكتوب ايه باش نوريك كيف تحط لك الكونفيجريشن تاعك. ما فيش زمان كان فيه ممكن زوز ولا ثلاثه كان عادي ننزلوا يومين يومين لازم نقول ما فيه بلد. كان موجود في الريب بالضبط. بما انه يدعم في ان سي ودي ار دي بي وكذا وحاجه ضروري تزيد الريبوزيتوري، لكن عادي احنا كنا لايف سيستم لازم ندور. لا تعزف ما لناش نشوف حاجة ثانية. ار دي بي كذا دونت ار ديسك فيش عندنا ديسكتوب. اوكي ديسكتوب دير دومين داش دي دومين هي تعطي الهيد سيرفيس بتاعك عرفوا. وبعدين البورت بتعطيه بورت حسب انت شنو درت يعني. انت طبعا تقدر 3.89 تقدر اي بورت ثاني، فكان درت بورت ثاني بورت ثاني كان 3.89 يمكن مش تكتبها وتديرها نفسها. فهذا هو طبعا يعتمد على البرنامج اللي تستعمل فيه انت كيف يحطه في الزر. طبعا تبي تستعمل بروكسي بتاع التور تي سي بي سوكس 5 بروكسي لجميع الكونكشنز او للار ديسكتوب او تدير لتوري 5 شفت. لكن هذا بيستعمل نت العادي مش حيلقى. ف فهمنا شنو تور كيف يشتغل تور والفرق بين تور والفي بي ان. لا التو هذه مديرهاش هذه قلت لك ان هي موجوده ماذا بيك ما تستعملهاش ابدا. التو هذه بروكسي في النت واحد الدائره باش تخش من غير التور براوزر يعني واحد يفتح الموقع وبعث لك صورته يعني تقدر تطق فيه ما تستعملهاش. مش مش لما تسجل التور على السي تبي تشوف الكونفيجريشن مره ثانيه. من قلت اتور ار سي يعني انت تبي تشوف كونفيجريشن هو حيدي الجنريك. انت في البدايه بتدير بتعطيه هيدن سيرفيس دايركتوري وتعطيه دايركتوري اللي بيخزنه فيه دايركتوري تبي تتاكد انك انت عندك لي اكسس من غير روت تمام. ديما في الحاجات اللي تحت الهوم كالي عندك لي اكسس تمام تمام ولا بعدين بتعطيه بورت. البورت بيكون يتكون من البورت اللي تبيه من برا الاونيا الاولى والثانيه الاي بي اللي يمكن يكون لوكال هوست او اي حاجه الاي بي توصل فيه لوكال برا. المهم انت عندك لي اكسس زي هذا السر مثلا بوينت اهو اهو او يمكن يكون اي حاجه يمكن يكون الجهاز نفسه الموضوع على الجهاز نفسه زي هنا لوكال هوست او يمكن يكون حتى حاجه على النت برا. المهم انت عندك لي اكسس من هنا اي حاجه تديرها عادي. والبورت الاخير هو البورت بتاع السيرفيس اللي هنا الاصليه اللي في السيرفر. البورت الاول اللي شنو نعم البورت الاول اللي البورت الاولى اللي بتاع الهيدن سيرفر بتاع هنا الاونين. فعندك كده زوج بورتات في البورت 80 اللي هو في الويب سيرفر نفسه ولا يعني هنا صح ولا
ولا بعدين في هنا من الكمبيوتر هو اللي بخش بيدير الاسم الطويل هو اندوت انيون. بعدين في بورت هنا ولا في الحاله هي زوست مانين، لكن مرات مش زوست مانين مرات انت من هنا خاصه على 4 4 3 8 8 مرات تقدرش تنتبه يعني اي بورت تختار تقدر تفضل هذا تقدر تفضل مرات عندك اكثر من ويب سايت بيخدموا نفس طريقه مالهمش علاقه ببعض تقدر شويه بس اتش تي بي اس هنا مندور شويه هنا الخطر عندي انكربشن هنا عندي دون انكربشن ما يستحقش بوك اتش تي بي اس يبقى حد يصير يعقدك وما هيك احسن اكثر امام من اتش تي بي اس باذن الله. لكن زي ما قلنا هو مش اتش تي بي اس الجزئيه هي مش مشفره بين هنا وهنا هذا الكاش كيف؟ البورت الاولى هي توصل لحد الجهاز المكاني هي هنا توصل لحد الجهاز بالضبط صح والثانية تعود على السيرفر الأصلي نفسه هي تطلب الخدمة نفسها بالضبط عندك شيء مشكلة 100% السلايدز هاف بين ابديتد وتقدر تدونلود نفس اللينك اوكي فاخذنا تور شنو هو تور كيف يعمل تور تور فرق بين تور وفي بي ان خذنا كيف ننزله والفيريفاين تور عن طريق الشاسم في حد عنده مشكله في الفيريفيكيشن الفايل اللي نزلته دير له شات 256 وتقارنها باللي موجود في الويب سايت. اوكي في حاجه ما درناهاش لكن باذن الله يوزن تور از سوكس فاير بروكسي. انا غير جبت معي اوبريت سيستم ثاني اسمه تيلز ويس بس اللي بعده بنستعملوه فما نبيش نديرها هي بروحها هنا. هي حتكون زي تور فايل بالضبط حتكون انتري في تور فايل تقول سوكس فاير بروكسي تعطيه بورت لوكال هوست وبعدين تتصل به مثلا عن طريق فايرفوكس العادي بتاعك نكسس فايل او اي برنامج ثاني او عن طريق توري فايل. فبعدين تستعمل توري فايل بتصير انونمايز لوكال كوماند لاين بروجرامز في لينكس ويوزن تور براوزر بستخدم هيدا السيرفس. الجزئيتين هما بنديرهم في التيلز او اس مش حنديرهم تو الصفحه اللي بعدها بتعرف في حد عنده مشكله في اي حاجه غير ال 65 توري فايل اللي تو حناخذوهم. نعم فقبل البريك خدنا مجموعة معلومات على التور، خدنا شنو هو التور، كيف يشتغل التور، شنو الفرق بين التور وفي بي ان، تمام، بعدين خدنا كيف ننزله نديرو فيريفاي للتور عن طريق الشيكسل، تمام، بعدين قلنا أنا في كيف نستعمل سوكس فاير بروكسي باش يولي مثلا جميع البرامج اللي عندي في الجهاز تستعمل التور أو برامج معينة اللي بتعتقد إنك تستعمل التور أو برامج وقلنا في كيف نستعمل توري فايل لكن هما زوج جزئين مازال بدناهم لو بديهم السنه اللي بعد كيف نستعمل تور براوزر وكيف نفتح هيدن سيرفيس اللي هي اوسو نون از اونين سيرفيس اونين سيرفيس في 3 طبعا في 2 ديبليكيتد عندنا اي مشكله في اللي قلنا قبل البريك بتونا بناخذوا حاجه اسمها تيلز او اس انت طبعا تو فاميليير بالكالي تيلز او اس هو انذر اوبريتنج سيستم also based on Debian Linux زي كالي بالضبط تو based on Debian Linux لكن في حاجات مميزة هو تيلز او اس فيه هاردن سكيورتي وتور نتورك باي ديفولت تيلز او اس بيستعمل تور فقط في جميع انواع الكونكشنز جميع الكونكشنز اللي بنديرها بجميع البرامج في جهازي هيتصلوا بالتور وفيه شوية حساسة على هاردن سكيورتي وباذن الله جميع البورتس مسكرة باي ديفولت تمام فصله اقل سوفت وير من ديستريبيوشنز ثانيات باش حتى هو يساعد في موضوع السكيورتي لان كل ما تزيد البرامج كل ما تزيد السكيورتي ايشوز يعني فذاك تيلز او اس هذا السكيورتي كلوز بورت يوز تور نتورك يوز تور فور اول كونكشنز باي ديفولت
لدرجة إنه صعب إنك تطفي تور في تيزو إس. تيزو إس designed to be used live. Live only. Okay. إنك تقدر تدير encrypted partition في الديسك بتاعك في USB hard drive في السبيس اللي برا من الأيزو بتاعك. إذا مثلا الأيزو اليوم حجمه 1.3 جيجا بايت، تحتضر 8 جيجا، باقي تديرها persistent storage encrypted. ديسك وتستعمله بالسيف في اي حاجه، لكن السيستم نفسه يستعمل لايف فقط. اوكي، طبعا بما انه هو لايف لا يستعمل الكمبيوتر المين اوبريت سيستم او الانترنال هارد درايف ولا حتى سواب، يستعمل رام فقط من جهاز اصلا. تمام، يجي معاه زي ما قلنا limited amount of software to have less security issues and to limit the ISO's image size. هو أصغر من كالي، كالي 4.3 حز جيجا بايت، هذا 1.2، يعني تحط تحت فلاش ميموري 2 جيجا بايت. ليف نو تريس. نعم؟ ليش دي الانستول شنو؟ لا هذا لايف بس، لكن تبي تدير الانستول تقريبا تبي تدور برنامج مشروع زي هونكس أو حاجة ثانية. او ديرت ات سيستم براك. فالموتو بتاع ناليف نو تريس ما تبيش تخلي ليه تريس بتاع. فخلينا نشوفوا كيف بيستعملوا تيزو اس. طبعا انا اوريدي نزلت فلاش ميموري، صبيتها ديرت فيريفيكيشن للايزو، صبيتها في فلاش درايف وحطيتها هنا على اساس انه بيخدم دايم عليه. نشوف ايش يصير. تمام. بحيث ان الدور العربي. هذا تيزو اس 5.21 latest. طبعا تيزو اس مش هتستعمله في اي حاجه، لان نتوركينج ولا تجيش تستخدم في لان، هذا بتستعمله للانترنت وهكذا تور نتورك او خارج تور نتورك. هيستعمل تور ديما جميع الكونكشنز، هذه حاجه مميزه فيها. ياخذ حوالي 20 ثانيه تشيلها. تمام اوكي. في اي رابط؟ باسورد فقط. لا باسورد بس، معناته تخشى على لينك ثاني ولا يخليك على نفس اللينك. باسورد هاكر 2024. تمام. فا أول ما بتفتح تيلز 5.21 معنا راح تطلع القائمة هي. أوكي، تقدر دير ستارت تيلز يبدأ تيلز على طول، تقدر تغير لانجوج كيبورد لاي أوت فورمات حاجة زي هي. تمام، تبي تزيد كاستم سيتكس تزيد من دير هنا بلس، تحط اي حاجه تبي اوف لاين بس، تبي السيف براوزر يخدم وهكذا. ادمنستريتر باسورد ان سيف براوزر، انه عنده براوزر غير البراوزر اللي ريكومندد. تمام، في براوزر غير البراوزر اللي هو ريكومندد، تبي دير انيبل ولا ديسيبل كيف تبي. في كرييت بيرسيستنت ستوري، يعني كده تبي تدير تقول نبي ندير persistent storage، بعد ندير start tails فيدير persistent storage، يطلب منك password وهكذا، تبي تغير password وتبي وهكذا بندير persistent storage. الفلاش هون بنخليه تحت خلينا نديره persistent storage. قصدي يوسفول انه يبدا عندك فلاش ميموري فاصله كاري لينكس، فلاش ميموري فاصله تيزو اس.
Okay. Everything you do disappears automatically when you shut down Tails. طبعا هاي التور كونكشن تقدر تور كونكت التور اوتوماتيكلي كانت مثلا في ليبيا او في مكان فيه شويه حريه في الانترنت تقدر تتصل مباشره كانك برا مثلا في مصر او في بلاد ما تحترمش حريه الناس في الانترنت بدير كونفدريشن لتور بريدج اوكي او تقدر حتى تتصل بالفي بي ان قبل التور لكن صعبه شويه بالنسبه للتيلز بس من ناحيه ندير كونكت التور اوتوماتيكلي هنا في البلاد ماشي حاله بالنسبه للحريه عند الرقم لو مسكرين من الطور أو المستخدمين تقدر تدير بريدجز بتاع البريدج هيا تقدر تدير بريدجز في سيرفيس بالنت تخش تلقى فيه تطلب في موقع تبع تور بروجكت تطلب منه بريدجز يعطيك 2 3 4 بريدجز ما يعطيكش كلهم طبعا بس يقدروش يتسربوا كل بيز اوكي وتستعمل الاتصال تكون بريدج سري شويه وهكذا مثلا انا اول ما اشوفها هي شو مكتوب فيها قال everything you do disappears automatically when you shut down tails but you can save some of your files and configurations in an encrypted persistent storage on your tails USB stick for example your documents your wifi passwords your browser bookmarks etc you will continue تقول اعطيني باس فريز انا طبعا مدير باس فريز متطورة هلبة اوكي كويس تقدر تغيرها في اي وقت يعني حنغيرها أنا وظيفة سؤال تعرف من يوم التالي نزلوه نوع إنكريبشن هو من ضايق لوكس لوكس لا للتور ولا للتعب ايه في كيف أنا نلغي الباك تريس شنو هو الباك تريس؟ أنا يعني مثلا كما نمشي في سيرفر كنا نطلع عليه ونشوف فيه والسيرفر بيبعت لي باك تريس بيش يشوفني أنا وين كيف نقدر نتور في حاجة هي بغير استعمال ما فهمتش بصراحة إن الريترن باك تريس الباك تريس في عالم الشبكات انت مثلا لما تبي تبعت بينج لسيرفر معين نقول له جوجل دوت كوم اوكي انت لما تبعت هو يرد عليك مثلا بي الدي ان اس بتاعه هو لما يجيب الدي ان اس يجيب معاه بينج طالع منك انت مره ثانيه يبعت فيه الاكشوال سيتنج والنتورك والدي ان اس ولو انك انت تستخدم في بي ان او لا يبعت فيه لمين؟ ليك انت فهل في طريقه ان نقدر نلغي الحاجه دي ولا لا؟ لان بصراحه ممكن كان يبقى ما عنديش على فكره لكن كان التور ما يخدمش بينج اصلا مش كبينج نحكي اي باكت طالع اي باكت طالع عن طريق النتور فيه باكت هو اكيد حيخدم زي الريجولر اي بي في نتوركس الفرق الوحيد ان حيشوفوا الاي بي بتاع الريلاي اكسس ريلاي فقط الفرق الوحيد بين هنا وبين الريجولر نتورك ان حيشوف الاي بي بتاع الاكستريمز لا مش علاقه من كل شغله عارف نحكيك انه بيشوف السورس بتاع الاكستريمز هذه الحاجه الوحيده الفرق بينه وبين الكلير نت يعني مفيش فرق ثاني لا هو في الباك تريس توصل حتى من انت لمكان عرفت عقلك تقول انت المفروض ما تكونش ما هذا الناس ما عرفش الدور ما فيش لا الدور هنا اي حاجه حتمشي على الاكستريمز يعني كانه في بي ان او بروكسي يعني هو اللي بنتعامل مع جوجل دوت كوم مشان اوكي توفر القصة اوكي هيك مفهوم هيك مفهوم لذلك اي حاجه في ريجولر اي بي نتورك حد ستيل فاليد هنا حاجه وحيده الاي بي تغير اوكي لا لا خلاص اديك جواب السؤال ربي يزيك اوكي فهنا في مجموعه اوبشنز ثانيات تقدر تغير باس فريز كتب انت بريسيس ستورج حاجات كتب لي سيتنجز في الكتروم بيتكوين طبعا انا انصحك تستعملها كنت تستعمل بيتكوين هذه نمبر 1 اوبن سورس 100% فيها جميع حاجات تندر بيرد احسن ايميل كلاينت جنو برايفسي جار احسن برنامج تستعمله في الكريبشن بي جي بي عندي برامج هم اظن انستول من قبل لكن بيطلعوا لي في القائمه تاع الابلكيشن سورس ما عاد طلع من قبل في اونين شير في ان سيف براوزر اللي هو حيكون كذا فايرفوكس الحاجة يكون مش معد للحاجة هي نقول هنا نبدا موقع باي من يوم برامج كويسة مش مشكلة اوكي فهذا الان سيف براوزر this browser is not anonymous
ذس نوت يوز تور. مديرين هو البراوزر هو يخدم غير تور. يعني كان نجي ندور هذاك ال سيرفر هو كان ندور في مرات قاعد فذلك مش من غير تور انسيف براوزر بيستغل هذا الان كوبلاج هيك انسيف براوزر موجود في الستاندر وهكذا هذه الاوبشنز اللي هو مفتوح بس مش اوكي اوكي تمام هيك طلعنا من الموضوع هيك كونكتد تور وهذا تيلز فايف اوف ذا مونت هذا تور براوزر اوكي nobody should have to pay to be safe while using computers that's why we give out tails for free however keeping tails secure constantly improving them and accessible costs money and you donate well, I think they donate it could be I got them حق flash memories تقدر هنا لآخر حاجة طلعت في tails تقرأ لها تيل ووركس طبعا تيلز دوت نت ليف نو تريس اون ذا كمبيوتر هذا الموتو بتاعهم شعارهم ليف نو تريس يور سكيور كمبيوتر اني وير يو يوز تيلز شت داون ذا كمبيوتر اند ستارت اون يور تيلز يو اس بي ستيك انستيد اوف ستارتنج اون ويندوز ماك اور لينكس يو كان تمبرارلي تيرن يور اون كمبيوتر انتو سكيور ماشين يو كان اولسو ستي سيف وايل يوزينج ذا كمبيوتر اوف سمبادي ايلس There's 1.3 gigabytes download. It takes half an hour install. You don't have to worry about the computer having viruses because Tails runs independently of other operating systems. And you can any operating system raise a tie. فيها هلبة أغراض وفيروسات وحاجاتك نقدر نخدم Tails حتى هو يقعد سيف بإذن الله. لكن طبعا تبي زي تقرأ إنه هو سيف لكن نت ماجيك. هي يوسفر لريد. إن Tails safer than any regular operating system. Tails or any software operating system cannot protect you from everything, even if they pretend. And فيش أي software في العالم يقدر يحميك من كل شيء. صح. كان قال كيك يقدر بعدها. فلذلك في recommendations تقدر تديرها. طبعا أنت Tails هيحمي identity بتاعك لأنه يستخدم في تور فقط. لكن بعض activities تديرها أنت يمكن تكشف عن هويتك. زي إنك تبعت files فيهم metadata. زي الـ date والـ time والـ location device information يكون عندنا سمارت فونز لما تاخذ صورة احتمال انت الصورة مسجلة فيها حتى المكان والوقت ومعلومات تانية تبيها تطلع و... فتبي تديرها strip للـ data هذي وتبي تستعملها في أكثر من one purpose وإذا تعرف حتى هو مش كويس المفروض تستعمله لسبب واحد الوقت واحد بعدين تدير الـ كل شيء وتبدأ في موضوع تاني يعني لما انت تبحث على أكثر من حاجة في نفس الوقت بتأثر في الانونيميتي بتاعك لانك انت هيك يعني وضحت اهتماماتك في اللحظه هذيك يمكن انت تنقص يعني يمكن يوصلوا فيك باهتمام معين يكون يعني بنسبه معينه يكون متاكد ان انت هذا الشخص عن طريق الحاجات اللي تحط عليها والحاجات اللي درتها والتصرفات اللي درتها فلذلك المفروض تدير ون بيربس في وقت واحد This is the Tor network because it's the strongest and the most popular network to protect from surveillance and censorship. But Tor has limitations. Hiding that you are using Tor and Tails. طبعا تو أي واحد في النتورك يقدر يعرف إن أنا نستعمل في Tor. ما أعرفش أنا إيش ندير في Tor. لكن أي واحد يقدر يعرف إن أنا متصل بالTor. هيكون متأكد 100%. إلا إذا أنا استخدم في bridges أو حاجة أو طرق تانية أو VPN بعدين Tor. في من طرق نقدر نزيد نحمي نفسي نحمي. معلومة إن أنا نستعمل في التور نفسه فهذه مش بديهة موجودة وإحنا لكن مش موجودة لسبب كويس إحنا أصلا في النت نبغى بانو إن فيه ملايين التور يوزرز بس إحنا بنقول ريحوا في زحمة كمان وفي زحمة الناس كلها تستعمل في التور وكل ما يزيد الناس تستعمل في التور كل ما يزيد أنا الأنونيميتي بتاعي كل ما يكون أصعب إن أحد يكتشف هويتي كل ما الناس أكثر تستعمل فيه لذلك في الواقع ما نكونش ندسه احنا ان الناس تستعمل في التور كده انت خايف منها بسبب معين تقدر تخفيها
تقدر تستعمل بريدجز مثلا. طبعا بروتكتنج اونلاين كوميونيكيشنز فروم ديتيرمنت سكيلد هاكرز ما زال حاجه صعبه يعني، كان هم عندهم امكانيات يمكن يعني يسببوا لك خطر حتى لو تبعت جميع الريكومنديشنز. Tails can safely run on your computer that has a virus, but Tails cannot always protect you when installing from an infected computer. لو انا كان مولع في جهاز يمكن فيه فيروس عادي، لكن الاهم منه ان الجهاز اللي نزلت به Tails وصبيت به Tails على فلاش درايف وقدرت به فيريفيكيشن الهوك، يكون هذا كمبيوتر متاكد منه، عندي فيه شويه ثقه، لان هذا هو الكمبيوتر اللي بيصب Tails يعني في اللحظه هذيك يوصل. اللي واحد يتفضل. Or running Tails on a computer with a compromised BIOS, firmware or hardware. طبعا نعرف ان تو في مجموعه كبيره من السوفت وير ينزل في BIOS او الفيرموير او الهاردوير كلهم السي بي يو بتاع الكمبيوتر نفسه، فحاجات هي كلها تاثر يعني. كان انت البايوس بتاعك نفسه فيه باك دور او فيه حاجه معينه او الهاردوير كلهم السي بي يو، مش حيقدر يحميك اي اوبريت سيستم تستعمله. لذلك لو تحصل هاردوير متاكد منه اكثر بعدين تنزل على تيلز حيكون احسن. فعندك شويه جايدز هنا في الالكترونيك فرونتير فاونديشن، دارين سيرفيلنس سيلف ديفنس وفرونت لاين ديفندرز، دارين سكيورتي ان بوكس ريد تقراها. طبعا لازم تتاكد ان كل شيء سامع فيه عن طريق التوزيع الحالي. في طبعا شوف البطمة هي بدت اونين افيلبل، معناها عندهم موقع في الاونين يعني امن لي نص البطمة هي نستنى شوية يتغير يقول لي اونين الموقع، الموقع نفسه يقول لي اني عندي اونين سايت ويعطي فيها اليو ار ال بتاعها من عندهم. فلذلك تبوا تشوفوها كيف نقول له لكن ثاني اوكي هنا لما ندير ريلود هنا هي عبارة عن هيدر. هيا في هيدر اسمه اونين لوكيشن يبعث فيها ويب سيرفر، هيا يعطيك من خلال الاونين لينك بتاعها. تمام بس فيدباك انت ما تعرفش ان عندها لينك يعني، تطلع لك بطمة من فوق ترصها يطلع لك اونين يولي 7 هوبس يولي اعمى. فعندك زي ما قلنا في المواقع هي في مزيد من التوتوريالز او من الجايدلاينز كيف تحمي نفسك ضد اي حاجه، بروتكت اندرويد اي او اس ماك اوس لينكس ويندوز وهكذا. سكيورتي ان بوكس وفي الالكترونيك فرونتير فاونديشن دارين سيرفيلنس ديفنس ودي الالكترونيك فرونتير فاونديشن اندبندنت نون بروفيت وركينج بروتكتد ماي برايفسي فور اوفر 30 ييرز. This is Surveillance Self Defense, our expert guide to protecting you and your friends from online spying. Okay, find a short guide here. Take it right there. في اثنين تيرمينالز هنا، في واحدة روت تعطيك قوة روت، في واحدة تيرمينال عادية. طبعا في لينك تبع التور بروجكت تشيك للتور بروجكت دوت اورج يعطيك هل انت تستعمل التور حاليا او لا، اكتب دير تشيك لنفسك يعطيك الـ IP بتاعك شوية. طبعا الـ IP address بتاعي هو اللي في جيرمني، فتقدر تزيد تشيك من هنا لغاية دلوقتي. اوكي هنا بندير كوبي للبنك هيا ونبدأ نزيد هنا نجرب دي فيرل. اوكي congratulations using Tor. اوكي يعني انت خشيت من الترمينال وخاش من طريق Tor. طبعا في هلبة حاجات سي اس اس مش مين هذا استاذها اتش ام ال بتاع صفحه اتش ام ال ريسبونس.
انا بندور في بتاع الاي بي اللي هي اي بي واحد ثاني لان السيركت مختلفه، لكن ان انا استعمل في التور فكرت بسؤال، هو عندي هنا لينكس ما في شيء جي واي ايه بتعرض الصفحة كبراوزر بتعرضها ممكن تنزل ممكن هو الفايل تسيبه هو تسيبه في رأيك في مثلا بيج دوت اتش تي ام ال اوكي تمام انا سيفت البيج دوت اتش تي ام ال ده تو انا بنجي وان فايلز سيفت هنا فتو ادير على دبل كليك يفتح لي هنا لكن قال اكسس تو ذا فايل واز دينايد بيكوز اتس نوت ريدبل هذا يعني عندك براوزر صح؟ ايه دور عندك براوزر فبنحاول نفتحها بالانسيف براوزر لقيتها هنا كان هذا يو بس سنة ثانية كوبي براوزر ليش هذا البرنامج بس؟ ضروري عندك براوزر لأن بنقول لك إن البيج نفسه تنزلها وتعرضها في كمبيوتر ثاني. ففي هنا شوية برنامج طبعا هو سكيورتي هاردن شوية. فمش انا وجدني قبلك يعني ويب سايت نشوفه يخدم ولا تم بس في شيء من بعض الاشياء تمام فزي ما تشوفوا هنا عندنا جميع ال جميع الفايلز وجميع الحاجات كلها تخدم عن طريق التور فخلينا نجرب دير بينج مثلا ناخذ بينج من فيش فا destination port هم ريتش بوكيت تمام مش حاطني فين دي نسي يشتغل لكن بينج لا عايز يمدي ما تمشيش لكن مثلا إن ما بتمشي كان بيجي مثلا ندير إن ما بقوله ما ديرش بينج لأن طبعا هنا ضروري بقوله ما ديرش بينج كان بيدير بينج بيجا داون حكم بيجي الواحد تاع هذا بشوف port 80 أنا مفتوح بديش تبعني ولا ما فيش موجود فتواني بس ترمنا أنا مش مسموح لي إني ندير روت. قال بس دير روت ضروري من بداية السيت اب دير ادمنستريشن باسورد. ضيفها في هذيك الاديشنال سيتنجز اللي طلعتنا في البدايه
اللي فيها بلس ساين هيك بتزيد بلس ساين وبزيد باك مواد. يعني احتمال ما بتقدرش تنزل الماب حاليا لكن خلينا نجربه حاجه ثانيه. يعطيك ما في اي بس ضروري في البدايه او متقدمه تعطيه في اديشنال اوبشن اديشنال سيتنجز دير اديشنال سيتنجز دايلوج ودير باسورد ادمنستريشن ادمنستريتف باسورد بعدين كونفيرم بعدين تبدا تيجي تفتح الروت ترمينال. يلا خلينا نديرو على السريع نديرو ريستارت. اوكي لما ندير ريستارت بيبدا من صفر فقط يبي انك تدير له البروجريشن نتاع الادمنستريتف باسورد. طبعا هي لمصلحتك تزيد السكيورتي بتاعك شويه لان انت بطريقه هي وقفت على اي بروسيس او اي حاجه انك تقدر تدير اي تنزل اي برنامج جديد او تستعمل اي بورت في اول 1024 بورت او اي حاجه زي هيك بجنب ذاك. فهنا بتعطيه الباسورد كان كنت اوريدي من قبل غيرها باسورد تعديلها بعدين بترصها هي بس تعطيه ادمنستريتف باسورد اللي هو لازم تبقى في اوف باي ديفولت ترص عليه تعطيه ادمنستريتف باسورد. اوكي الحمد لله عندك ادمنستريتف باسورد و persistent storage unlocked ومجرد انك تنزل ستارت تيلز. حاليا نجي نقدر ندير فعلا الروت ترمينال نعطيه الباسورد تو هيك نولي روت نبي نستنى شويه لان التور يبي يشوف هنا فوق مثلا ما اتصلش وحيسالني نستنى شويه وتلاحظ ان الساعه معدله في حاله كانت في كلمين سيئة اللي مش مالها فيش مشكلة بطارية لهذا تمام. ستارت تور سيركت تقدر تدير فيو تور سيركت تقدر تشوف السيركت هنا نشوف حتى الباندز بتاع الريليز كده لايف سيستم او مرات والله رودي الابديت تشوف ان حتى السورسز هنا يجي فيهم التور نتورك السورسز بتاع باكجز وطبعا يعتمد على الديبين نشوف هنا يجي في ديبين بوزاري ليست تقريبا هذا ديبين 11 بكون ديبين 12 يجي منه في باكجز. طب شو نصل لما تيجي تفتح ويب سيرفر تفتح ويب سيرفر انا بنحط ويب سيرفر نحطها تحت أنا أفضل يعني والله ما فيش إجابة واضحة لكن مع نفسي ممكن ديبيان نفسي قصدي كان كنت بين ديبيان وكنت ديبيان نفسي لكن في أوبشنز ثانية ممكن تسوي الأحسن أو ديبيان أو ريد هات أو حاجة زي الإجابة يمكن ممكن أنا أذكر ريد هات ولا يمكن تحصل على التفكير
مهم، لكن ان الفكره في شيء انت متعود. ايه فور فري، هذا تستعمل سنتو اس. سنتو اس لا خلاص انتهى سنتو اس خلاص، ندرس من 8 سبورت سنتو اس 8 ندرس خلاص في 8 انا ما عنديش اي مكتب ولا حد يجاني من هو صراحه. ليش تدرس بروس كونتينت دريفن في سوفت وير ايفورت فوكس اراوند ذا جول بروفايد ان ريتش بليس بلاتفورم فور اوبن سورس كوميونيتيز تو بيلد ابون ويفر تو فاريانتس سنت تو اس سنت تو اس 3 جوين شوف وين تقسم توس ثمانية end of life واحد في 2021 أقول بريبريس بردها انتربرايز 8.5 اللي هو vulnerable بيقعد سنتو اس ستريم بقى بيقولوا على سنتو اس ستريم فول انفستمنت دي اب سين ديفلوبر بلاتفورم اب كان ريد هات وايز لينكس ريليزز از ا ريزولت 7 في وذ مين هنضرب تحول لبريد سيستم جديد خلاص ما انا ما في سنتو اس تحول ريد هات نوت بي تو مت نعم بدها شرط عايزين ايه 34 مليار نعم خلاص صار في ايه صار في 34 مليار دولار على الاقل سنتو ستريم قاعد بدل ما نقارن نقول لك يعني انا بقول دبي لأن أبونتو هو أبونتو سيرفر مش زي أبونتو ديسكتوب. آه كسر. ممكن إن شاء الله كفر. أبونتو بيت أنت كمان. أنا هذا سبب جيم فوكس كلهم أبونتو. أوكي فالحمد لله تو عنا إما طبعا كمان تطلع بكي ما في نديرو سيرفر. تلاحظ إنه أنت معقول. زمان كان بطيء كان بطيء في جميل صراحة مميز روسي فنجي هنا نقول لها إما هو شوف الاتزي بتاعهم على الطريق ديك ولا إيه ماليش علاقة بالجروب بكرة إذا بقول راندوم أنت لما تتصل بال بالكونسنسس ما تجيبش في الداتا كلها تجيب في جزء منها وجزء ذاك بدي راندوم يصير داتا الأول نديرو كيرل ونعطو بايب للليس طبعا بايب للليس فقط بس نعرف بنفس الباجينات اللي فيه نمشي أب وداون بيجب بيجدام هذه فقط ساعة فبش تأكد أنا ساعة في الدور
زي ما وضحت. وطبعا كوبرت السماوة دي ماك لكن كويسة هي. اور اي بي ادرس ريتيز دوت اوكي هيك نتاكد دي كيو ريتيز تمام. خدير تو ندير بورت سكان على ديجيتال راني ديجيتال واي و نقدر نكتشف طبعا هنرفع سلايدز في حاجتين بس يعني ايه اللي هي يوزن 25 65 بروكسي هم نفس الشيء هم نفس ال هي عملية واحدة أنت تبي تفتح 65 بروكسي لازم تستعمله عند الفريق يعني مثلا انت الترنت عادي بالنقطه التور غير مين دراني يستخدم التور صح؟ لا التور كنت بيش دراني فيك سام بريدج هذيك حاجه ثانيه بريدج ايه حاجه ثانيه هو اللي انت تستخدمه بريدج تستخدمها لما انت ما تبيش بريدج هي اسمها تور 65 تستعملها لما انت تبي تستعملها في اي حاجه غير التور براوزر اللي عندنا احنا تو هو زي ما تقول اندر ذا هود يستعمل في تور 5 تشوف انا هنا يطلع لي بورت مسكر انا ممكن انا برا ليبيا ممكن انا مسكر على كيبوا معين معنى انا فاتحة لكذا هالبيز مثلا جوجل عنده اكسس على السيرفر أنا جميع برامج استعمل في تور سكسسفولي لكن إنما يعطي فيها البورتس مسكرين أنا هو
ملك بتعديل في التايم اوت تقريبا، هو التايم اوت بتاع بصير شويه التوري اكثر وقت يمكن يمكن التايم اوت. دير اما مان اما دير سلاش تايم اوت تلقى تايم اوت يمكن سامي ودستي يصير هو
الماب هو علاش ما طلعليش في اوبن بورتس هنا تنوري لكم على اوبن سورس لانه في هذه المشكله هنا اللي علاقه بالتايمونت بتاعها. أنا جميع البرامج فعلا يتصل بالتور، لكن عندي مشكلة في إن التايموت بتاع الماب مش مضبوطين بالنسبة للتور. أنا ما صارتليش مشكلة أيام من قبل. ما عندهاش اكس زي ما قلت لك ترد عليك غضه في الموضوع ان جميع الكوماندز كلهم يخدموا عن طريق التور تقريبا، لكن اما في شويه اعدادات بالنسبه للتايم اوت بتاعها يبدو يتعدلوا بس يجوا بس يخدم مع التور انبوت. هذه المشكله اللي عندي حاليا. في مشاريع ثانيه في الماب، في فورك الماب يخدم على التور فقط تقريبا اسمه تور ماب تستعمله حتى هو، لكن انا نفضل الماب. ومرة بصراحة تصير مشكلة فيه فهذا استعمال تور تيلز او اس. اوكي انت في تيلز او اس درت persistent storage، غيرت في الاعدادات، حطيت admin password، عندك root terminal والterminal العادية وعندك browser اللي هو تور browser وعندك unsafe browser. مش عارف من هنا عندك انترنت unsafe browser انت تستعمل الانترنت العادي. عندك مجموعة ابلكيشنز ثانية زي Thunderbird بستعمل بيه الايميل اي مش عطاه الدكتور، وعندك Onion Share مثلا كنت بدير فايل شيرينج اوفر تور. اوكي تيجي تشوف Onion Circuits بتاعك في Ethereum Electrum Bitcoin Wallet في برامج ثانية زي Office Programs في Graphics بيتر وهكذا. لكن هنا طبعا اهم حاجة عندنا ان اي حاجة تكتبها في التيرمينال هتستعمل تور نتورك. مفيش بينكس مكسور تمام. ولما تتصل من هنا باللينك بتاع التشيك للتور
البروجكت حيقول لك انها كونجريجريشن تستعمل في التور. لما تشوف حاجة هي تخدم عن طريق تيرمينال في اي برنامج معناها انت سكسسفولي السيستم بتاعك كله يستخدم في التور. الا الان سيف براوزر هنا والوحيد ما يستخدم في التور. انا حاجة وحيدة ناقصة قبل نبدا ندير ريبورت سكان عن طريق التور اللي هو اصلا علاش بنستعملو يعني. لكن للاسف في موضوع في التايم اوت قال لنا بدي تعديل تقرا لنا كبير سيرش عن طريق السلاش فما الاوبشن تكون لهم علاقه بالتايم اوت بيرفورمنس وضغط اعطيكم الاجابه بالله في حد عنده اي مشكله غير موضوع الكوماند تاع الام تمام هذا بالنسبة للتازوز اللي هو Linux Distribution based on Debian and Hardened Security يستخدم في Torrent Booking. جميع Connections يستخدم Tor by default ويستخدم Live فقط لكن تقدر تدير له Encrypted Persistent Disk على USB Drive. ما يستعملش Computer OS ما يستعملش Hard Drive Internal ولا حتى Swap. وفي Limited Number of Software باش ينقص أي Security Issues اللي تصير تسبب لما عندي هذا Softwares عندي والموتو بتاعنا Need No Trace. Okay. تاني بخش على سنيفينج سبوفر. اوكي يعني المرحلة اللي بعدها في الكورس تاعنا سنيفينج سبوفر. سنيفينج انفولز مونيتورينج داتا باكيتس اند ريكوردينج نتورك اكتيفيتيز. يعني سنيفينج في العادة انك انت بتخش على نتورك وبدي ريكوردينج اكتيفيتيز فيها وبتحللها بعدين وبتشوف وين كنترولز. سيستم اور نتورك ادمنستريتورز كوموندي امبلويز نتوركس تو ترابل شوت نتورك ايشوز. نتورك ادمنستريتورز يستعملوا في سيرفس هلبا باش يديروا ترابل شوت النتورك يشوفوا كان في اي مشاكل يراقبوا الباندويت او اي اسباب اخرى. لكن الهاكينج بيستعملهم بيخزن النتورك باكيت والاكتيفيتيز بس يدير عليهم تحليل ويمكن يستعمل في اختراق او حاجه زي هيك فعشان تزيد من النتورك. هاويفر هاكرز فايند سنيفينج تو بي ا كونفينينت تكنيك. Through sniffing, they can intercept sensitive data packets containing valuable information. يعني هنا حوالي عن طريق موضوع recording من network activities اللي ضفتها يمكن تحصل valuable information زي شنو زي account credentials and passwords وغيره من أي معلومات تانية زي حتى الactivity اللي يديروا فيها مع النتورك نفسه. والسايبر كريمنالز تبدأ إمبلانت سنيفينج سوفتوير وذين السيستم تفاسيليتيت الليست اكتيفيتيز. يعني ديما الهاكرز يحط في جهاز يقعد يدير له في سنيفينج في النتورك بتاعك وبعدين بيبعث له النتائج السنيفينج او ريكوردد باكيتس بعدين هو بيدير عليهم اناليزنج وبيشوف هو شنو وصل يمكن هو بطريقه هي وصل لي كريدنشلز وباسوردز او اي معلومات ثانيه ممكن مهمه للشركه بتاعتك. فهي صورة نبدأ نشوفها نايمة عن طريق الصورة هي أن عندي أكثر من نوع من السنيفين. في internal sniffing يعني شخص هو داخل اللان بتاعك وفي external sniffing لهذا بين the firewall type of internet وفي wireless sniffing اللي هو يمكن يكون مش connected لأي network يمكن يخزن packets لماشين wireless link. تمام يعني wireless يعني يكون أول تغيير يمدير الريكوردين لأي داخل عشان طريق واي فاي وحاجة زي يعني مش طبعاً لونج رينج شورت رينج كل مدام هما واي فاي يديرهم سنفهم بطريقة هاي. اوكي شنو سنفن هتاك؟ طبعاً تشبه فيها الصورة هادي الاتاكر في لان وعندها سويتش هو متصل بسويتش في نفس الوقت منصن فيه اثنين فيكتورز فهو عن طريق
شوية لاعب الارتيج وهكذا يقدر يروش من اسم حاجة يبدأ يشبط المعلومات المعلومات يوم تهدي سنتين بيمروا على طريقة هو يمروا خلالها يقدر يسجل المعلومات هو في تايبس اوف سنفل اتاكس في اكتف سنفلنج باسف سنفلنج تمام اكتف سنفلنج أنا أنت which occurs within a switch environment. قلنا إحنا لما في فرق بين switch ومثلاً hub. صح ولا؟ hub بيعرف في جميع التجارات. لكن switch بيستعمل ARP table و MAC addresses وهيك بشيء بعد في port معين كابل واحد. وذاك لما أنت في switch بتغير بدير شوية حاجات. بتغير في بدير مثلاً ARP poisoning أو حاجة زي هيك. بس تبدأ تأخذ تمر على طريق. بس تقدر أنت فعلاً تدير recording. لكن passive sniffing يمشي في environment زي لما تكون connected through a hub ويبدأ أنت من غير ما تدير شيء تبدأ تدير record صح فلذلك في active sniffing you may get caught لكن passive sniffing unlike على عشان نوعي الفرق بين switch وال hub switch managed packet transaction أو managed transfer لكن الهب لا unmanaged الهب بيبقى تجمع port هي فرق في مكان فلذلك هذا من الشعب اللي في الاكتف سنفنج في شويه حاجات اللي بتديرها بس توصل لان الداتا تمر عن طريقك انت بس ديرها ريكورد فلما بتدير حاجتها هي يمكن يعرفوك انت شنو تدير على حسب طبعا السيستم الكونتك اللي لكن في الباسف سنفنج يمكن اندتكتد تدير ريكوردنج داتا اللي اوفر واضح ان شاء الله اوكي لما نفي active sniffing with address resolution protocols attackers tamper with the switch's content addressable memory tables by doing so they intercept data from the switch redirecting legitimate traffic to alternate ports other sniffing techniques include spoofing DNS and DHCP and PPA اوكي طبعا يعني زي ما قلت طريقة أساسية في العادة إن أنت هنا مستعمل طريق سويتش وأنا أدير R poisoning أو حاجة مشابهة بس يبدو جميع الباكتس يمروا عن طريق هنا وبعدين أدير عليهم recording بس تغير يعني ال R table في سويتش وفي أجهزة تانية معي في النتورك بس بعدين أنا نخليهم يخطموا الجزمة الترافيك في البورتس اللي عندهم في انواع تانية من غير انواع زي سبوفينج الدينس تعرف الدينس شن هي الكوس اللي ماشي فيه تريد غير يوسف تطلع جميع دومين نيمز وفي دي سي بي بس تشوف انت اما معك حصل ام اي بي وهكذا وفي تبر بي او اي طبعا تبر بي او اي تطلع يوسف نيم باسوس هذا تطلع بدأت اكسام في الباسوس اتنتيكيشن بروتوكول وهكذا أنا في أي مشكلة لحد الآن. Spoofing. Spoofing is a type of cybercrime where attackers impersonate other computer networks. طبعا spoofing and sniffing very similar, very close. و people usually mix these two terms. Okay. لكن بالنسبة لي أنا فهمي الموضوع إن sniffing ما فيش هلبة action. يعني spoofing زي ما تقول تدرت sniffing ودرت action معها. في حاجة صار لك سنفلينج بس يمكن تجميع داتا فقط معناتها سنفلينج مش مشكلة نعم سنفلينج بس غيابة ايه ممكن يتعلم داتا كثير من الاصرار ناخذ بيانات سنفلينج زي حاسة الشم ولا حاجة زي يقصقص بالضبط سبوفينج يقصقص في حاجة صار الموضوع ما عندي مدة اتاك فأتاكرز و impersonate other computers and networks disguising themselves as ordinary users to deceive the target to believe the authenticity of the source of information طبعاً هي تصير لما أنت ما عندكش validation للsource زي على سبيل المثال لما يجيك إيميل مزغوب مثلاً أنت تخدم في شركة اسمها BBC.ly يجيك إيميل اسمها
كذا كذا ات كذا كذا دوت كوم، لكن شنو ما بينلكش الايميل يعطيك في السبجكت دايركت مانجر ريليس فاندز مثلا، يقول لك راه دير كاستمر دير كلاينت ولا دير امبلوي، انت تم اختيارك مش عارف شنو راه برا اسرع فلوسك، اكتب الرقم هذا اضغط على الوصله هذه باش تحول اوتوماتيكيا من حساب ارباح الايرادات حساب الشخص. فعاده اليوزر العادي ما يركزش في السندر ما يفتحش الايميل او احيانا تكون صعبه شوي، احيانا يديروا في طرق هي شوي مثلا انت تدور في بالضبط هي فيشنج تعتبر تايب اوف سبوفي هي تعتبر سبوفي لا نحكي عمليه تتويه المستخدم ما تخليش يركز على السندر يكتب لك صفحه كبيره بالضبط تلقى روحك تخيل ماشي للنجم عرفت ويساعد دومين نيمز قريبه هلا صح تلقاها تبدا حرف تغير فاهم هو يبدا امازون كوم ارقام غريبه تبدا ولا حاجه زي هيك تبدا مرات تسمع امازون ويدير في هذيك بتاع مش السبجكت بتاع السندر نيم مش في نيم ايميل صح نيم نفسه بيكتب فيه حاجه هات امازون دوت كوم بالضبط مضبوط صح هي شبكه شريه تركز منيح صح دخلت في موقع تو كان بدك انا ما نزلتش في سبام فولدر ولا حاجه في موقع في 2017 باهي افتح في العالم مش عارف تسكر شفت امازون دوت كوم هي اي ام اي زد او هم شو داروا اي ام ام زد او وذاك السيرفر شيء دي اي كليك تصير يبعث البوست الباكت عرفت اليوزر يرد عليه عن طريق البراوزر تيبل كاب تايم زون الباسورد زي عندك انت في البراوزر بتاعك تيبل كاب فين فرابيلتي معاك طب لو بتصفحها هذه بالنسبه للكروم حق ما نعرفش بالنسبه للفايرفوكس ولا ايش ما نعرفش بالنسبه للكروم صفحها اي واحد يطلب التيبل باسورد يوم هذا ليش تو في الكروم نزلوا باسورد مانجر جديد ما عادش بدا جزء من البراوزر لا ابلكيشن روح ويتعال جيب لنا السي في بتاع بالضبط فالمثل هي employed by hackers as a variation of operating system hacking to steal sensitive data, exploit compromised computers, launch DDoS attacks on other servers and more. And I use kept spoofing. Okay, types of spoofing. في عديد من الانواع فعندك العديد من الحاجات عندك ايميل سبوفين تو تكلمنا عليه باذن الله مفيش حد عنده مشكله ايميل سبوفين كل خط معلنت ايميلات هم الكترونيه كل اي دي سبوفين هو ما حد يغير رقمه صديق غيره ما تقدر تبلغه هذه كل اي دي سبوفين تكست مسج سبوفينج اللي يبعث لك تكست مسج فيها يو ار ال او حاجه زي هذه او تكست يخليك تدير اكشن معينه بايومتريك سبوفينج بايومتريك سبوفينج يعني انت لما انت تستعمل في البايومتريك فينجر برنت بتاعك بس انت مثلا تدير اكسس على تفتح لوكس تفتح حاجه تفتح تدير لوكس التليفون بنفسه بايومتريك هي تنساب بكل سهوله تدير هيك الكاميرا يقدر يجرى كوبي بيست الفيديو بتاعك تمشي صح تقدر تشوف نت تقدر تشوف فيديوهات كيف يديروا فيها تمشي عادي اي حاجه ايفون ولا اي موضوع تمشي عادي لكن فقط تبي صوره هيك راح عاش ولد بصمه كاية مع بصمه طبعا نعرف انه ما فيش بالضبط بني ادمين عندهم نفس البصمه البصمه بتاعك لما تتسرب ما تقدرش تغيرها صح مش زي الباسورد ولا حاجه لذلك انا عن نفسي ما استعملش البصمه استعمل الباسورد احسن في ويب سايت سبوفينج زي الايميل سبوفينج بالضبط لكن ويب سايت زي الامازون ايوه بالضبط اي بي ادرس سبوفينج اللي حيصير على الاعلان لو بديروه وفي جي بي اس سبوفينج طبعا فعلا خطير جدا يمكن هو مني شاف فيديوهات لما تحارب 2019 كيف يجبوا في الطيارات وفي ميزهم هذه طبعا كيف يخدم جي بي اس جي بي اس يخدم انه ياخذ في توقيت من عدد ستلايتات مثلا 22 ستلايت ونصف كل ستلايت حيبعت لي ساعة قداش ولا وانا نحسب بالكمبيوتر بتاعي التأخير في الباكيت هو قداش باش نعرف انا بعدي على ستلايت هو كم
مع بعد على الساتلايتات كل ما نقدر نكون متاكد ان انا في مكان محدد. فشنو يديروا جماعه الجي بي اس؟ جماعه اللي يبغوا يديروا جي بي اس فوقهم من تسعه ساتلايت من هنا على الجراوند نبعث انا للطياره كان انا ساتلايت عرفت، فالطياره تحسب راحت في مكان ثاني، فانا نقدر نبعثها وما نبدي عن طريق جي بي اس بوفر. تمام. هذا لو كان جي بي اس مفتوح مش انكريبت. هو كيف انكريبت؟ انا كنت تكون مربوطه بطريقه جيم خاصه. ما فيش نت انت هنا. خلص جي بي اس عادي. اه جي بي اس مستدرك. لكن مفتوح الموضوع. لكن مفتوح. ما عندكش كيف تعمل عمل. اقل زي تقدر تسوي سالب. فذاك خطير جدا بذات الطيران المدني مثلا، لكن الحمد لله ما يعبس على هذا الجي بي اس. تمام، فهذه نفس حاجات كثيره معايا. كولر اي دي، ايميل، ويب سايت، دي ان اس، جي بي اس، ارب سبوفنج، مندل الاتاك، اكسبرس سبوفنج، اكستنشن سبوفنج. كان المفروض اسمع حاجة تانية. نرجع لك. ما عادش تسمع باشمهندس ارب سبوفنج. نعم؟ ارب سبوفنج. ارب سبوفنج احنا حنديروا عليه حتى الان. لا قصدي كل المفهومين ما عدا الارب. ارب سبوفنج. ارب سبوفنج زي ما قلنا احنا في سويتش انفايرمنت. احنا في سويتش انفايرمنت. أنا في سويتش إنفايرمنت عندي هنا زي الصورة شفناها بكري. عندي هنا فيكتيم واحد وعندي هنا أتاك مية ون. كلنا كونكتد لنفس السويتش. تمام. السويتش والفيكتيم والأتاك كلهم عندهم حاجة اسمها هارد تيبل. ارت تيبل هي فقط عباره عن ماك واي بي اس. صح ولا صح؟ ف يمكن ماك واي بي بورت بالنسبه للسويتش. صح ولا لا؟ بس السويتش في بورت. بالنسبه للسويتش في بورت. فهنا بنبعد عدد كبير من الباكيتس ف يديروا تشويش على العملية هذه. فالنتيجة اللي نبي نوصلها ان انا الليجيتمنت انتريز اللي كانوا فيه من الاول قبل الهاكر يفيد النتورك هما اليوزرز ما عادش حيعرفوا. يعني انا بنحط فيك انتريز وبنبعثهم بطريقة اسرع من باقي الاجهزة، بنبعثهم اوفر اند اوفر اجين لدرجة الاجهزة ما عادش حتقدر تميز بين الجوال، حيحسبوا هالابديت على علاقة فحيمسكوا الليجيتمنت لاين فحيث يحط فيك لاين الاتاك اللي يبيهم باش يمشي الترافيك بالطريقة اللي يبيه هو. جنرالي سبيكينج يمكن يبي يلغي همام. هو طبعا مش انه اتصل بالسوشيال. ليه ما يكون اتصل بالسوشيال؟ هو حيكون في راوتر في النهاية هم حيكونوا يستعملوا فيك جيت واي اللي تبي تلغي الكونكشن همام تبيهم يتطلق عن طريق الكتاب وبعدين انت تتصل بالجيت واي مكانه. فذلك بالطريقة هي انت درت سنفنج وسبوفنج ممكن من الحصول على الـ يعني الداتا كلها بتاع الـ V1 والـ V2 حيمروا عن طريق الـ V1 الى الانترنت وبعدين انت بتشوف شو قصته. يعني لما انكربت الباكراتور تقدر عليها يعني تغير عليها الداتا اللي جت من الداتا اللي جاي من السيرفر تغير عليها زي ما تبي بالطريقه هذه. المهم انت الفكره اللي تبيها تبي الداتا تمر عن طريق الداتا باكيتس كونكشن سكرو مع طريق الكتر وبعدين تشوف شو بدي. هذا ارت بويزن او ارت بوفر نفس الكتاب اللي نسميه. في عندنا في مشكله مين اللي بدنا تيبل وحطيت فيها فيك انتريز انت بس تتحكم بالنتورك كيف تمشي. يعني لما تدير هيك يوتيوب يتصل بالسويتش الراوتر مش حيختم عليك انت هكذا تبي كل شيء يختم عليك لو بدير لك. هذا ارت بوفر احنا حناخذ عليه اكثر دول. نعم بالضبط تبي تزور الارت تيبل. Difference between sniffing and spoofing. Sniffing includes the attacker's direct involvement with the target. They intercept network traffic to listen for and read unencrypted data activity.
طبعا هو حيدير حتى الانكريبتو، لكن انت ممكن صعب تفك التشفير على حسب. On the other hand, spoofing attacks are man in the middle attacks and will see attack and impersonate another person. يعني في العادة spoofing بعمل ندير هيك مثلا بنوصل ندير impersonation لسيرفر معين، يعني مثلا بي 1 بيتصل بي ونعطيه صفحة من عندي مثلا أو حاجة زي هيك، فهيك وليت spoofing من غير ما ندير أي أكشن كنت تعطي بس نفهم فقط. لكن انت بالنسبه للسيناريو يمكن يعتبر اوريدي سبوفي لانك انت او على الاقل اكتف سنيفر، على الاقل اكتف سنيفر، يعني كنت ما نسيتكش بروحها داتا درت اكشن قبلها، والاكشن هي يمكن تكون تكتشف بعدين عن طريق النتورك، لكن هذا اكتف سنيفر. ولما تدير فيه اكشن تقول سبوفي فقط الترمينولوجي اسامي للاوبريشن هناك. On the other hand, spoofing attacks are man in the middle attacks, which they attack a person hit another person. واضح إن شاء الله. تمام. Protection against sniffing and spoofing. لما تبي تحمي نفسك من sniffing، أكتف أو لا أكتف، تبي نزل أنتيفيروس سوفت وير. يمكن نزل في بين أو تستعمل تور. أوكي. تبي أكانت stress that enough. Do not visit unencrypted websites. صعب. مش صعب أبدا. شنو هو unencrypted websites عم فيه؟ لا قصدي فيه اللي مزبوط كيف يعرف إن هذي برا encrypted ولا unencrypted. أولاً البراوزر يعطيك notification لكن مرات اليوزر يتوقع الله. في plugin أو add-on يقول لك extension اسمه HTTPS everywhere. كان ما فيش شيء كان HTTP بس مش حيت. نستعمل فيها كويس. هو يضايق مرات لما تشوفه تعرف بتاع جت الراي كويس، لكن كويس ذاك الحد مثلاً ما عندناش ذاك الوعي الشخص ما يحبش هذا الظروف. صح. يمكن دينا يمكن تخرج ذاك البوليس بتاعك ضروري تبقى نروح منه. تراي نات تشير واي فاي، حاول ما تعطيش واي فاي بتاعك لحد ضيوف أصدقاء حاجة، ما تخش واي فاي مع حد إذا بيك خليك براك واي فاي أو خلي أجهزة بس فقط. لا هنا ما تمشيش مسألة الجست واي فاي كويسة. تقدر هو هذه زي ما تقول جنرال روز، مش يعني أنت كده تقدر تطلع بروز يمشي معك أنت. طبعا أنت من مطعم الشبكات اللي أنا ركبتهم مسألة واي فاي ديما نفتح في جست واي فاي ونعطي فيها أي بي آي وسماك أدرس فلتر خارج الشبكة الرئيسية. كويس، لكن أهم حاجة يكون في فاير وول، يكون في موجود فاير وول أكيد، في زوز حاجة المفروض نمسك فيها، في زوز بالواقع فاير وول قصد الرابط نفسه وفاير وول نفسه كويس. المفروض أمام قصة يعني تعطيهم يتصل بالإنترنت ما تتصلش بأي حاجة في الآن ما يشبهش حتى حاجة حتى بعض ولا حتى بعض هيك يمكن تبدي منها، لكن أحسن إذا ما في شيء. حاجة ثانية، do not use unencrypted apps to exchange messages. كيف نحمي نفسي من السبوفين؟ كيف ندير باكت فلترين؟
كيف فايروز من جديد اوثنتيكيتد سيستمز اند يوزرز يعني يوز نيم تو باسورد كريدنشلز وده طبعا يكون انكريبتد يعني كان مش انكريبتد قطعته من الهاكر اللي يستخدم السوفتوير يوز سوفت وير تو ديتكت سبوف زي امس كريبتير سوفت وير كويس يعطيك حتى سبوف من السنيفنج وحتى زي انا زي ما قلنا في الاكتف سيفنج يعني في حاجات انديكيتورز للموضوع يمكن يستعملها سوفت وير بس يكتشف شو صاير انتشار بكري مو هذا هذا و verified authenticity sources يعني زي ما قلنا مثلا انا لو السوفت وير بتاعي يستعمل في انكريبشن اكسشينج مسجز ضروري انه ندير فاليديشن الايدنتيتي بتاع الشخص اللي يكلمني ما نجيش نفك التشفير طول انا نجي نتاكد هل هو فعلا شخص هو ولا لا نستعمل كريبتوغرافي لانه طبعا يوز نيم تو باسورد مش زي كريبتوغرافي احسن في فاليديت ايدنتيتي اهم حاجه احسن حاجه تعب عليها في فاليديت ايدنتيتي اللي هي كريبتوغرافي public key كريبتوغرافي تتاكد ان هذا الشخص فعلا هو اللي ارسل لك الرساله لذلك احسن حاجه تستعمل انكريبشن وفاليديشن من السورسز ومع هيك سوفتوير وسوفتوير وفايروالز وكي نفس الوقت يكون عندك سكيور اسيستنت يعني عندك انكريبشن ويوز نيم تو باسورد وفاليديشن من السورسز هيك باذن الله تكون حميت نفسك بحد كبير مهم جدا السيدات اللي مش دانش عليها لكن ده اخر نقطه لان انت اخر نقطه ما عندكش حتى لو انت عندك انكريبشن ما فيش فايده حتى الهاكر بيبعتك انكريبت باك عادي وفيها فيك انفورميشن مية مية نسبة مهمة بروتكشن نسبة اوكي ار بويزن Address Resolution Protocol is a stateless protocol used for resolving IP addresses to machine MAC addresses. طبعاً لما بندير بينج على جهاز نعطي الـ IP فقط ولا لكن ينزل بالخدمة بشكل ويبي يدور MAC وبعد يطلع طريق MAC لما لا يرتوه يعني علان علان صح ولا نقدر نربط كيف في بالنسبة على هاك على بيزو طبعا احنا مثلا فعلا شركات شو نديره؟ لما انا نعطي اي بي ادرس في ماك ادرس معين عندي مازال درجة حماية تانية من الاستعمال اللي هي راندمايز ماك ادرس. يعني انا خلاص ظبطت الماك ادرس بتاع الديفايس عرفت؟ لكن بعدين من الراوتر نفسه ندير في خلينا نقول التغليف للباكتس اللي طالع من الماك ادرس الذكاء بحيث ان اي واحد مبرر شو يشبح راندمايز ماك ادرس كل باكت بماك ادرس مختلف. منيح عرفت منيح فهذه موجودة فكيف يقدر يستغلها المطايا؟ ولا هي ترى ما كانت سنة ما تعرف الراوترز بتاع لينكسس السيسكو لهم حمد الله مش حتى هم كلهم عندهم حاجة زي ترى نقرا عليها ونقول غضوة لا كيف يقدر يطلع من الراوتر لان هذا تصرف شويه كيف ايش اسمها هي بالضبط عنده ماك ادرس ماك ادرس ماك ادرس هذا السيرفس اسمها عنده ماك ادرس ماك ادرس الفكره شنو يعني يعتبر توصل كل شبكات مع بعض في عالم الهاكر انت لو عرفت المعادله بتاعت الراندومايزيشن اللي صايره في ماك ادرس انت امورك طيبه عارف زي اللي يقول لك انا نبعت في شنطه فيها مذكره بارقام عرفت والشنطه مذكره بارقام في معادله معينه مش تفتح الرقميات مش تقدر تفتح الشنطه انت لو عرفت المعادله مهما كان الشنط اللي جايينها انت عندك معادله معينه تربحها خلاص فكت عنك نفس الفكره هناك لو انت عندك الباكات صار 8 كاركترز 2 4 6 8 انت عندك مثلا في خلينا نقول سيرفر اكس 1 السيرفر اكس واحد الاجهزه المربوطين فيه غاديكا المعادله بتاعها انه يغير الكاركتر الخامس والسادس من اي تو اي فقط والباقي ملخبط فلما نلقى الخامس والسادس ماشيين من اي تو اي بترتيب معين حسب المعادله اللي عندي خلص نعرف ان هذا الماك ادرس مربوط باي بي ادرس معين كذا نص ان هذا كان المكان الساعه الحقيقي مسجل عندي في التابل بالنسبه للابلكيشن اللي بيسكلي يشتغلوا على بناء على الماك ادرس ما يهمش انت لانك انت عمليه الماك ادرس راندمايزيشن صاير فصل الراوتر عرفت مالكش علاقه انت خلاص بالاجهزه انت كان فاتك وفات مره واحده بس خلاص الباقي بعد المرتبات لكن تو زي ما سمعت منك الشرح معناها مش راندوم جديات
موجود في تغير انت مش عنده انت كبرادي الواقع مش عنده لكن انا كنتورك ادمن انا عندي معادله عرفها انت معادله ما تبغيش بعد ما يقدروش يديروا كومبليتلي راندوم ممكن صعب بلاش اذا حتبدا بطيئه جدا بعدين انت بتكلم راو على كل حرف يخدم بنظام 16 من 0 ل 9 ومن A to Z زي ما كنت انت تندرب على الجاب تنشوفها طبعا مش عارف كيف يقدر الواحد يضبطها بالحاجه هذه حسيت انها صعبه شويه يعني كنت شرحت طلعت بطريقه هذه الاساسيات بتاعها عرفها لكن فكره انك انت تختار شني من شني انت تخيل انت عندك حسابات بعدد مش مشكله لكن بضبط ان شاء الله تكون عندي 116 يعني 256 ضرب 8 عندك 2048 محاولة في كل رقم هذه اللي مطلوبة في 8 عندك 16140 محاولة مش هيبقى عرفت انت تقول مش هيبقى لكن في النتورك اي راوتر لما يلقى عنده عدد معين من محاولات تغيير في نفس السيريا هنقوله تشيك على باسورد عفوا تشيك على ماك ادرس هو اللي وقف الماك ادرس والاي بي يلا ففي لم نفس الفكره لما تخش على الباسورد بتطلع على موقع معين جرب الباسورد ثلاث اربع مرات يمشي يدير لك بلوك ريت ليمت نفس الفكره هي لو كانت ليمتد اكيد وقتها تقدر تضبطها عادي فهذا انا سالتك يعني مش تندهر صعب ترد عليك مرات تندهر حتى اوف لاين تحس فيها صعبه ما اعرفش شو نقول والله صعب اعطيك اجابه ربي يجزيك خير ان شاء الله فعندنا اول نتورك ديفايسز ذات نيد تو كوميونيكيت اون ذا نتورك برودكاست our queries in the system to find out other machines' MAC addresses. Our question is also known as our queries. So, all the devices that are connected to the switch, they have our queries. We start from the second one. You can see that you have a device. You can use ARP-R in Mac Windows Linux. نفسها تشوف الارتيبل بتاعك هتلاحظ ان انت ما عندكش المكادس بتاع الاي بي زي ما اتصلت بيهم ما ليش معك كوميونيكيشن فانت لما انت بتبي توصل في اي بي معين هتدير ار كويري بس حصل المكادس بتاعك في توصل فيه انت عطيت الاي بي مش هتوصل فيها ديلاير 2 فتبي تبع فبديرك لتحصل العنوان بتاع جهاز ثاني طبعا زي ما قلنا قبل بكري شوي ARP packets can be forged to send data to the attacker's machine situation ARP spoofing constructs a large number of forged ARP requests and reply packets زي ما قلنا عبرة ترد على راحة بس تعبى الARP table عند جميع الأجهزة defaults information DDoS مش DDoS أو في الراوتر يعني نفس الفكرة هو مش الغرض بتاع حديث هذا مش يوقف النتورك تمشي عن طريقه هو فقط اوكي على اكيد مختلف هو يبي فقط انه يعدل فيها مش يبدا هو مكان جيت صح مستويش تبدا الداتا كلها تكون عن طريقه فقط ممكن تستعملها الدوس ما نعرفش بالضبط هل فعلا حطيت نتورك هيكي ولا اكيد اثر كان هذاك هذا المنزل لكن من الناس لا بالعكس كلامك صح لانه هو لما يدير ديدوس على النتورك هو ما استفاد شيء هو فقط بيكون مثلا بيكون الجيت واي معناها بيحمل لود على الراوتر هو فقط بيديرها بوفر لودنج فقط باش يغير امر باش لان هم في نفس الوقت حيديروا حتى ار كويريز وريبلايز وحاجات زي هيك فهو بيكون اسرع منهم حتى لو لحقت حاطط سطر حقيقي على طول مش حيقعد يجيني بعدها الوهم اللي كان حاجه هيك يعني ف يبي يدير اوفرلود للسويتش بالريبلاي باكيتس والفورج ار ريكوست بعدين السويتش يصير فورودينج مود and after the ARP table is flooded with spoofed ARP responses the attackers can sniff all network packets نفس السيتويشن هو كنا عندنا تمام هذه بس هي لو بيدير فلود بتعمل كمبيوتر ARP كاش والفورج تمام what's a man in the middle attack okay. a man in the middle attack abbreviated MITM implies an active attack where an adversary
impersonates the user by creating a connection between the victims and sends messages between them. زي ما قلنا هنا عند example هذا عبارة عن تويتر بيصل بسيرفر مثلا على الانترنت. فبالطريقة هي أنا خشيت مكان الراوتر وليت مدمجت وعلى الكونكشن ما عادش يمشي طولك يربطوا مع طريقين قبل. هذا ما عنده مثل فشل أو نانس بروكسي ولا اللي هو الشخص هو توه بدات كان الكونكشن هو مش انكربتد يقدر يغير بيانات. عرفت تتصل مثلا جوجل دوت كوم تبحث بيكتشرز اوف كاتس يبعث لك بيكتشرز اوف حدا ثاني بيلدينجز مثلا يقدر يغيرها يغير اي حاجه او يخليك الموقع مبانس او داون او اي حاجه هو متحكم في اي حاجه في الكونكشن هو انه يمشي ما يمشيش الداتا اللي يقدر مثلا انت يدير اوثنتيكيشن للسيرفر او تبعت له يوزر نيم وباسورد كان هو ان انكربتد ولو عند الهاكر زي مكاسر إسلام كم حاجة زي أحيانا طبعا في موضوع تاني زي الفيشنج شوية قريب عليه يعني لما يكون الكونكشن انكريبتد يمكن أنت تبعت لسيرفر ثاني لدومين نيم ثاني فلذلك مش حتطلع له بتاع السيرتيفيكت هذيك الدومين قريب عليه وهكذا يمكن تصرف عليها شوية زي اليو ار ال أما عند مثل أتاكي يقع بطريقة عامة يمكن يكون على أي حاجة مكالمات ويب سيرفرز أو أي حاجة زي هذه لكن البلاتفورم دوت نت بعد ما نجي الأتاك مش محتاج فقط المفروض يكون عنده بلاتفورم محترمة فهمتش يعني تسمي التجهيزات المطلوبة منه تجهيزات مطلوبة منه بالضبط. فخنقول له الصورة اللي نرسمتها هنا لكن الصورة أفضل هي مجرد في سويتش في فيكتم الفيكتم ها تقدر تعتبر أنه سيرفر جاي من برا أنا في السويتش اللي تبي تحكي لها كده صح ولا في طبعا فوق من السويتش في راوتر الراوتر هو الجيت واي بتاعه صح ولا لا؟ فالفيكتمز هما ديما يبغوا يبعثوا على الجيت واي راوتر للنت. فانت لما تدير ار سبوفينج للار تيبل اللي موجوده في السويتش وذير فور هو الكلاينت هنا ولد انت الجيت واي مثلا الجيت واي بتاعنا احنا 5.1 ولا مثلا نقدر ار سبوفينج ولا اي واحد بيبعث 5.1 يطلع لك في الار تيبل بتاعنا هنا المكان الصح فيبعث لي انا ويقول انت 5.1 نبي توصل لي الداتا ويقول لها ايه هنين 5.1 نبعد فيها الجيتوي ومن الجيتوي توصل للويب سيرفر الويب سيرفر بيرد عليها صح ولا؟ لو انتو حاليا تكلموا عن الورك فلو اللي بيصير بين الفيكتم وال انت صح انت سؤالك على الانفراستراكشر يعني شنو البلاتفورم تاع الانفراستراكشر للاتاكر نفسه تمام اتاكر عنده لابتوب نتكلم عن برفورمانس مش نيدز شنو الاحتياجات المطلوبة يعني اللي تسير يعني كل شيء مش معقول اللي يكون سويتش عادي مش معقول يكون بي سي نورمال أكيد في برفورمانس عادي بالضبط قصدك أنت تبي يعني هل قصدك أنت فهمت إن في أنواع ينجح فيها أتاك وأنواع لا يعني برفورمانس التجهيزات الجودة بتاعتها المعدات نفسها أنا عارف شو نقول بصراحة في أنت بس تدير فورجينج الار تيبل فقط تحتاج لي لابتوب في اوبريتنج سيستم كويس وخلاص ما فيش اي ما هيش بتحتاج كمبيوتر سهل جدا نعم تولز تستعمل تو شوي بناخذ تولز في تولز كسوفت وير قصدك بوت اوبريتنج سيستم الجهاز نفسه اي اوبريتنج سيستم حتى في ويندوز كلهم يعني النوم تولز تشتغل اي اقل حتى من النوم والله ما تبيش هذيك البرفورمانس ولا سي بي يو قوي ولا حتى باند عالي عاد تمام بكتب بس اسال سؤال ثاني لا 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 مش معقد الموضوع فيري فيري ايزي لازم على الاقل سيرفر ممكن يكون تكوين لا لا ما فيك
باند تكون عالية. لا لا ما يحتاج أي حاجة. لكن يمكن أحسن حاجة يعني الطبيعي إنه يكون باند التاك زي الكلاينتس الثانية زي بعض يمكن. زي ما قلت لك الأرب الريكوست الأرب باكيتس والريبلايز بتاعها ما يصيروش هلبة في النت. تصير لما أنت تبي توصل في أي بي معين وليك هلبة ما دورتش في المكاتب بتاعها ما عندكش فهذه هي فرصة لما تسأل الأرب بتاعها. فهي في العادة ما فيش هذيك التلفون أنت بتبعد. أنت بتلاحق كل ما حد يغير في الأرب تيبل تبي تغير بعد طول. استوى انت من دمج الديم انت مش بس بس انت البريدج نعم انت البريدج بس ابي ما انت مثل تاك طبعا البيرسونال يوزر باي كريتنج كونكشن وين دايركت دايركت ممكن يكونوا زوز كمبيوترات كمبيوتر وانترنت سيرفر وين هذا هذه يجب في رسائل بيناتهم. في الحالة هذه الفيكتيمز يعتقدوا أنهم متواصلين مع بعض لكن هو في الواقع الماليسيس أكثر الهاكر هو اللي يتحكم بالاتصال. يعني أنت بتتمع تتكلم في السيرفر مباشرة تتكلم في أنا تطفيف رسالة تقول هي وصلها للسيرفر وأنا نجي نشبحها كيف راندومايز مكادس لا نحاك فما ما يفاش أنه من البيئة ونقدر نلقط انت مرات سيرفر اعطيه باسورد بس تقول انت مين يمكن نلقط حتى الباسورد هو نعرف هذا جميع البيانات اللي تختم عندي ونقدر نغيرها كيف ما نبدا فهذا بالنسبه لمان ذا ميدل اتاك تمام فعندي مجموعه تولز سوفت ويرز نستعملهم في موضوع السيفين سبوك نستعمله ورشه باش ندير كابتشر لجميع الداتا الباكتس اللي ماشي في المتر بتاعي بعدين ندير لهم اناليزيشن اللي هو الموست كومن تول صار هيك اكثر حاجه استعمل اللي هو هلبا بنستعمل فيها حتجمعات نتورك سيسكو وكيف نيجيشن وغيرها اس بي دام فيري سيميلر فيري سيميلر تو ورشر تمام ارب سكوف واضح من اسمها نستعملها في الارب سكوف نستعملها بس نغير في الار تيبل جميع الاجهزه في النتورك بتاعك تمام في انتركاب وبتركاب يجمعوا في معلومات ويديروا في الار سوف يعني زي ما نقول الزوز مع بعض تستعملوا في حاجه زي ام اي دي ام بروكسي مجرد برنامج تو يدير في الار سوف ويبدا هو تستعمله كبروكسي بس تغير معلومات اللي بين سيرفر وبين كلاينت مثلا او بين اثنين ناس مو من زي المان ذا ميدل وبروكسي ولات انزين من الكور بيرب سويت تكلمنا عليه المره اللي فاتت بيرب سويت والبيرب سويت هو بتاع مان ذا ميدل اتاكس انت كملت ارب سكوفي قلت الداتا كلها تخدم عن طريقه فهو يجي ديما لما انت تدير زي نقول ابلكيشن اتاك يعني عندك انت كلاينت في النتورك قدرت الارب بويزن بتاعه ولا كل شيء يمر على طريقك انت فكل ما يخدم ريكوست تقريبا باي ديفولت هو حيوقفه لك حيقعد يستنى ريكوست لان انت تجي تعمل معه تجي تبارك فيه وخليه يجي بعد طول حيطلع لك ريكوست شو فيه وين ماشي لاي موقع وتوصل ويطلع لك الاجابه من السيرفر كيف تبي تغير عليها قبل تبعتها للكلاينت وهكذا ويمكن يدار الموضوع بسرعه لكن تقريبا باي ديفولت يسلو شوي يطلع لك كيف تعدل الداتا ذا سبين سنت وبعدين ريسبونس براحتك كويس لكن طبعا ما قدرتش ينحي السيرفر انكريبشن بتاع الويب سايت لما نعم شو يدير اس اس ال ستريب هو بينحي بس بيخلي اتش تي بي طبعا انت حكينا هي المعلومات انكريبت بالسبب اللي صغير يعني كانت فكره التشفير ما يمكن فكره التشفير بتاع السبب صعب شبه مستحيل الموضوع انه كيف كبير كريبتوغرافي بهلبة لكن انا حاطط اللي بتجرب لكن ما ظنش شيء فيزا بروكسي نوع ثاني من بروكسي بتقدر تستعمل مال بروكسي
وفي برنامج ممكن تكون ماك تشينجر تغير المكان بتاعك. فهي البرامج اللي اعتبرها تستعمل في سيفن كوفر في مستقبل احنا هنستعمل ووركشوب وارتسكوب وممكن ماك تشينجر احتمال نستعمل برك سويت واحتمال لا باذن الله سهل وسهل استعمل كبروكسي من المدى الثاني اوكي. بيتر كاب فيرجن تاعي جديدة شكلها بيحبك ان انا كنت استعمل قديمة فقط تقدر على دور كويس في موقع النت تمام عندك شكلك هو يوكي منظرة جميلة شوية شكلها مطول بتشوفها لكن مبدئيا نبي ندير مجموعة كبيرة من الـ multiple choice questions و يعني مجموعة كبيرة لكن حتكون طبعا هي multiple choice فما فيهاش حفظ طبعا موضوعك انت فاهم تبي تفهم concept يعني حنسأل على concept عرف concepts بتاع كيف تتم سيناريو معين كيف حاجة معينة تصير حاجة زي هي فتبي تعرف concept كيف يصير مثلا ممكن نسألك تيل شنو هو حاجة زي هيك فهمت كيف ممكن نسأل برنامج هو شنو يدير ونعطيك أوبشنز يعني أنت كناس بتفكر مع من الأوبشنز فأنا ما بيكش تحفظ لكن بيك فاهم الكونسبتس فالفكرة وين الأسئلة حيجوا سهلين لكن حيجوا عدد كبير من الأسئلة مش أنت تولي ضد الوقت أعرف وقت فحيكون أنت معك عندك وقت محدد يكفي بالضبط للامتحان للأسئلة هي كأنك أنت معطلت في كل سؤال بتعطل معاكم مش حتقدر تجاوب على جميع الاسئله بنحاول ما ضروري هيك ضروري ما يطلع فرق اعرف ضروري يبان فرق هيك تاع سؤالين ثلاثه بين شخص وشخص مش تبدا كلها قريبه هربا لبعض يبان مستوى شوي عظيم يعني تفاهموا بعض بعض ما تبصوا بعض ما تقصر الاسئله هذا جاب 100 هذا 100 هذا 100 هذا 100 ما يقصر 90 95 يوسف لك يبقى بعينان لا 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 قالوا الحضور ومشاركة 10-10 امتحان 8 20 درجة ما عندكمش مشكلة لأنه مسجل في ورقة والعالم تصح هذيك درجة تمام حيكونوا حوالي مجموعة كبيرة من الأسئلة يمكن فوق 50 أو 60 سؤال ساعة 40 كويس هو قديش الوقت بالضبط ساعة ونص أو ساعتين هو اللي يكمل الامتحان يا رب هو أكيد هاي بيشو بيقعد يدير الامتحان ما تشوف أجزاء أكيد تقصد كان بس كلها امتحان ولا في شرق والله هو تقريبا امتحان بس حيكون ولا أنتوا كيف مديرين مع بعض أنا بنمشي من السيرف لأن هو مرهق لا لا عارف ما في امتحان ما فيش ما في شرق واليوم خميس كله امتحان اي معلومه مفيش كارت في امتحانك وانت بتنطق في ليميت الوقت ولا مفيش؟ ليميت هو المفروض ليميت 9 الى 1 4 ساعات امتحان الشرط ما هي طريقتي هي تعتمد ان في ليميت الوقت لكن ما فيش ليميت الوقت من غير طريقه هو الامتحان او بالنسبه للاونلاين اي امتحان اونلاين ساعه والتحريري واللي في كتابه وكذا يعطيه ساعه ونص ايوه هذه المفروض المفروض يكون ساعه ونص المفروض في حد شخص يجي ياخذ منك الورقه بعد ساعه ونص عشان تولي عادل الامتحان الامتحان بعد ساعتين انا مش حنحدد انا الوقت لانك الوقت اللي قديش ما هو بيصير على الامتحان ساعه ونص مليح ساعه ونص اللي تحل فيها حتى 75 80 سؤال كان صح ولا غلط؟ لا اربعه صح ولا غلط؟ من ناحية كله سهلات انت مش هتحفظ انت مش هتحفظ كوماندز وفلاجز وارجمنتس تحفظ كونسبتس ومثلا البرنامج هو عشان يدير ولا عشان يدير بيزك كله على البرزنتيشن ولا
برزنتيشن كثيره 90% برزنتيشن، لكن كذا في حاجات في الشرح شويه. طب اكيد انا لدينا 40 كويس، ما تعرف باكس هذا يسد الوقت فيها امتحانات الشهر الثانويه، ولا انا واخذها من غادي اصلا، ولا انا مليح ماشي النظام معي. قديش مره دير امتحانك نفس الطريقه؟ 60 امتحان خصوصي عندكش مشكلة تنط فوق سيرتيفيكت مديش تراني هنا. باي خلي لي ريبوت هو ونحطه سيستم اللي هو كالينكس. طبعا حيكونوا اكثرية الاسئلة ام سي كيو، لكن حيكونوا من 2 لاربع اسئلة بتكتب فيهم باراجراف، حيكون خليها فيهم ضروري. لا تعبير قصدي انت سطر تكتب، انا غير بنعرف فاهم ولا تكتب حتى بالعربي ولا بالانجليزي، نكتب بالعربي بالانجليزي سؤال نشوف كيف ما تبدا. ضروري. ما في حاجات ما نقدرش نعطيك اوبشن زي كذا بس لا باراجراف بعدين ما 50-50 بيسال. لا لا صح ممكن انا كنت بدي تكتب اكتب هي نفسها اقول كان هي نفسها هتكون ولا ايش فيها نفسها غير الكمين هيك شويه. لا لك لما تخصص زي ما قال تخصص حاجه يعني الباراجراف معين في درس كذا. انا ما عنديش مشكله ندير لكم ترو فوز نقول على ايش لك حاجيك نفس الشيء نفس التفكير نفس الكتابه نفس وعلى الاقل نقول لك على والله ما نقول لك على واضح ريزن. طب انت قلت تحكي زي ماين. طب زي ما زيرو مش محتاج. تقدر تعبر شوية. مش ترى درجة تعاني. نقول نقول زعما شو قصده بها. تكتب بالعربي. بالعربي بالانجليزي تكتب. لغة ثانية لغة ما أعرف الحمد لله. الأربعة أهم خلاها اثنين بس. ليش أربعة؟ ليش ثلاثة؟ مو مثل ما قلت لك الموضوع امتحان ضروري ينحل في الوقت هذاك بس ضروري الوقت بالضبط للامتحان. كان بدير اربع مرات راح ناخذها قبل السنين مش مهم. اليوم شفنا في الفايده اعطانا ساعه من الاونلاين بعد قلنا يعطيك اعطانا 5-6 اسئله يعني كل 4 اسئله كل اسبوع جاءوا وقت ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص طبعا كل عنا 4 اسابيع كل اسبوع سؤال مروا عن الحرية امتحان الحرية انت مش رقم مش للمركز في مدربين قبل الكورس السنين قبل احنا دارنا جزء نظري جزء عملي ساعة وساعتين بالنظري وساعة عملي. أنا ما أعرفش يوتيوب شانل ديجيتال أونيون تلقى فيها حضور بشكل تبصر أخوين في ديجيتال أونيون تاني واحد داير سيلفي مشان طبعا تمام تلقى هنا طبعا فيوز هلبة ورا بعض ما نتكلم 34 فيوز من الصبح كتبوا مش كلهم أنا على أول سيشن السيشن الثالثة هنا الدور ما زال اوكي لاني عطى شويه الموضوع
دي أول محاضرة. ثالث. ثالث. لكم يعني مش نص بريطاني. هو بريطاني خلاص. كنا تمام مهم اللي يبدي يخش يخش يشوف حتى الناس يدور بيبو حتى بالانجليزي. تعرف ما قلتكش الا حفر رقم ثلاثة بس شلون؟ ايه عرفت يبي يقرب 36 ساعة مش كثير من الريندرينج لأبلودينج الأولى والثانية ينزل قبل الامتحان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكن هم اللي توا يعني مش يعني الكورس كلها مش حيتم قبل حاول مرات مرات نلقي طريقة نشوف لك احتمال كبير ده احتمال كبير حيوة بزوز ثلاثة سيشنز من بعد الامتحان حينزل للأسف لأن الموضوع تكون فيه صعب شوي هذا هو اللي بيخش هنا هذا طبعا كل شيء Creative Commons License Open Source فيديو الأوديو بوكس مش عارف شنو حاولت نمسح هيكي أسامينا وحاجاتنا لكن كان في حاجه فوتها ذكروني كان حد تفرج اي حاجه هيك مثلا حد طلع ما يبيش وجهه يبان اسم حد ما يبيش فهمت كيف اسم شركه اسم اي حاجه بناها المفروض ما تكونش من نبهوني نحن على طول اذا بيك اعطيني هم دقيقه او ثانيه انا صعب في هذا كله شنو عندي؟ ما عندكش مشكلة لكن أنا الاستدار عند الإدارة لأنهم حيشو بياخدوا الحضور مازال احنا شوية عشر دقايق إذا كان ايش كنت بدي الموضوع؟ أنا توقف وفكر في الموضوع يوم الخميس الامتحان لأن اللي بحفلنا عندي طرح قصة ولا شوفهم الإدارة بلكي يعطوك مثلا يقولك تعالى العشية ولا ثاني يوم ولا السبت لا طب نشوف إدارة ثانية قصدي بالك ايش دوره لحد الثاني يديروا الامتحان نفسه لكن مختلف شويه ورقه وكان هنا ويرجع لا مش ورقه يمكن يخلطوا عطله الاربعاء في الليل مشكله جد فوقت الامتحان هيك عام مش متوقع ففي فيديو جيت أمس هديني وريكم من أول حوالي أربع دقايق هذا على المالوير تروجن في الايفون اي اوس من 6 شهور فاتوا بهذا الموقع كاسبيرسكي اوكي مش حنديروا فيها لا الموضوع هو لكن نسمع فين بيقول ما في صوت كثير على حاجه في صوت كثير هذه الفقاعه خلاص نحاول نعدل الصوت من هذه have been disclosed that thousands of iPhones have been compromised by malware that gives the attacker full remote control over those vulnerable devices, essentially turning the iPhone into the ultimate spy machine because it lets you spy on the victim through their camera, record their phone calls, and record them at any time through the microphone, and even know... وانت براك مالك الايفون بيش دير ريكوردين الفون كوز بتاعك لكن الهاكر عادي their exact location in real time with the GPS, but was even spookier than gaining root access to what is supposed to be one of the most secure types of smartphones on the planet is the way that attackers were able to gain this access through an exploit in the iPhone's CPU architecture. Oh yeah, you remember the Spectre and Meltdown vulnerabilities from like 5+ years ago at this point? Well, we're doing them again, except this time it's with ARM CPUs that are built into the iPhones and Apple's system-on-a-chip design. Now, the vulnerabilities that make this attack possible have been exploited by different agencies for over 4 years now. The Israeli cyber intelligence firm NSO Group, they famously developed and sold spyware called Pegasus to different government agencies throughout the world. But due to the just sheer complexity of this exploit,
which actually relies on a chain of exploits. It took شوف مجموعة كبيرة من الاكسبلويتس استعملها. هو مش فقط بس يخش بس يبي يخش للأمس سيستم بعدين يبي يخش على باقي السيستم يطلع من الأمس ساند بوكس بعدين يدير روتينج على الايفون بيستعمل مجموعة كبيرة جدا من الاكسبلويتس مع بعض. طيب يقول الاكسبلويت شينينج ولا شنو نعم اللي تصدف معه لا هو كل واحدة حد كل واحدة لها دور معين ضروريات كله لا ضروري كله بيصدفوا معه بس دير لك عندك زوز بس تعرف اسهل منهم ما فيش اللي هم انا يضربوا اليوزرز البي دي اف فايل بترو تايب فايل اي واحد يقول له عندي خط مليح ولا عندي ملف كتاب يقول لك يقول لك لا ومغردي له اوبن ولا ستور بس عنده مشاكل البي دي اف فايل بحاجه تكون ندير له تكنولوجيا جديده A long time to get the full picture of how a remote attacker could take full control over an iPhone by simply sending you a text on iMessage. For example, طبعا زيرو كليك مش فيشن اتاك. Back in 2021, an analysis of an iTunes backup revealed an attachment containing the forced entry payload, which exploited a flaw in Apple's image rendering library that would cause a memory leak when trying to render. هو انا حق الخاش من السفره قصد انكم عندي حتى راس سهت الموضوع بكري فور كير واحد مو متابعتكم لك خلاص ما شكله تم انت اذا كنت متابعت لكم لك ما عندي اشتراك اعطيني اسمع بس تو ندير شو اسمه They found iPhone backdoor You found the iPhone backdoor. Oh, interesting part. Oh, 4 gig, 4 gig. تمام وفي في الديسكريبشن تاع الفيديو نفسه تلقى لينك لسيربسكي كاسبيرسكي ريد استشوفاته وتفصله كيف تخدم تغرى هي بالضبط خذنا نجيب لكم حاجات لان زي ما فهمنا في الاول كنا نجيبوا امثله تاريخيه وحاجات حقيقيه يعني تقول لنا مش هتخش في امتحان انسلك عليها ولا حاجه لكن الصفات اللي كنت تحسنها كلهم لابات مش هيخشوا في امتحان مفيش عمل كنت بتعرف كونسبت وفي سؤال في سمارت بوش هذا موضوع معين ممكن يكون سهل لكن يعني تبقى واحد فاهم بس عشان نحافظ ولا تحفظ كومنت معين ولا كل واحد كورسات ثانية يمكن انت تقول لكم حفظ كومنت معين لكن هو ما مش تكون حاجة زي هذا الكلام كمان بدك تعرف كونسبت وافكار ايش
توكل جدا سهل. فتبي تقرا عليه هنا في بريشن تريانجوليشن انفكشن تشين. طبعا تشين معناها لما يستعمل في اكثر من فولنربيلتي مع بعض في اتاك واحد. حتى هو في النهاية يستعمل في الكود اللي مكتوب الـ Objective-C هو اللي بنعمله. ديما الـ Level Languages هم اللي يصير فيهم Exploits. ديما كان عندك يعني كان عندك هاك وتفكر في الموضوع ديما حسب مكتوب الـ Level Languages هم اللي أكثر قابلية للاختراق. حسب زي هي كله بفر وبفر وبفر. طبعا احنا اليوم ما صرفناش الوقت هذا نديروا خطوه تمام. فبالنسبه للخطوه نبدا طول ب كابتن ذا فلاج عارف نديروا لاب تراي اكشن اوكي نديروا لاب عليه سو وبعدين كان السلام عليكم كان كملنا منه بسرعه نديروا نتورك اكسبلويتيشن على ويندوز كملنا من لعبة بسرعة.